تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من فدك بلس. سنتطرق إن شاء الله اليوم تكملة لموضوع غد، ألا وهي الأسماء التي تحمل الشوارع والمناطق التي تحمل أسماء أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما سيكون معنا في هذه الحلقة سماحة السيد أحمد الموسوي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم. عظم الله أجورنا وأجوركم وحياكم الله أخواني الأعزاء. باختصار إن شاء الله، وسنفتح باب الاتصالات للذي يريدون أن يتكلموا بهذا الموضوع وأن يعطوا رأيهم في هذه القضية. لا يخفى على الجميع أن هنالك شوارع ومناطق تحمل اسم أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي مناطق عدة، ولكن من أبرزها والتي تظهر دائما بصورة إعلامية كمثلا منطقة المنصور أو تمثال الزنديق الهالك أبي جعفر المنصور لعنه الله، وكذلك الشارع الذي يسمى باسم هارون العباسي الذي يدعونه الرشيد، وكذلك منطقة الزبير ابن العوام لعنة الله عليه، وكذلك منطقة صلاح الدين، وهنالك مدارس ومدارس ومستشفيات كمدرسة مثلا كما ذكر الأخوة في ليلة البارحة في الحلقة التي مضت، هنالك مدرسة باسم حفصة، مدرسة باسم عائشة، مدارس باسم الحجاج، مجمعات باسم الحجاج لعنه الله، وغيرها من المناطق والشوارع التي تحمل أسماء أعداء آل محمد صلوات الله عليهم. وهنا يتبادر سؤال، أليس العراق ذات أغلبية شيعية كما نصت عليه الإحصائيات الأمم المتحدة وغيرها؟ إحصائيات تقول أن العراق ذات أغلبية شيعية، بل الأغلبية الساحقة من العراق هو الشيعة، ولكن لماذا يقبلون بهذه الأسماء؟ لماذا يمرون على شارع الذي يدعى الرشيد ولا تأخذهم هذه الغيرة؟ هل حقا أنهم لا يعلمون أن هذه الأسماء تحمل أسماء أعداء البيت صلوات الله عليهم، أم أنهم ربما يعلمون ويسكتون؟ هذا ما سنناقشه في الحلقة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، كما سيكون هنالك اتصالات لبعض الأخوة الشعراء وغيرهم والذين يريدون أن يلقوا كلمتهم إن شاء الله في هذا اليوم. إن شاء الله سيكون إخواني الأعزاء الموضوع والحوار مفتوح بإذن الله تعالى. وإذا سمحت السيد عندكم كلمة، تفضلوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الفاجعة الأليمة، ألا وهي ذكرى استشهاد الإمام المسجون الغريب الكاظم عليه السلام. حقيقة من المؤلم أن تبقى هذه الأسماء لها ذكرى ووجود وهي خالدة في هذا العراق، العراق الجريح، عراق علي والحسين عليهم السلام. من المؤلم أن نرى أنه هذا البلد الذي هو الأغلبية أكثر من 70% هم من الشيعة، وأن أهل البيت 6 من المعصومين في العراق دفنوا في العراق ومراقدهم في العراق. أيضا أنه من المخجل و المعيب أنه شارع باسم الإمام الكاظم عليه السلام، وكتب عليه أنه شارع باسم الإمام الكاظم عليه السلام موسى بن جعفر باب الحوائج، لا يعلمونه أهل المنطقة ولا سواق التاكسي وغير ذلك. عندما يقول له شارع موسى بن جعفر يقول لا أعلم أين هو، عندما يقول له شارع اللارشيد شارع الرشيد يقول أعلم ذلك. يعني هذا من المخجل ومن الحياء ومن عدم المروءة مع أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم، أنه قاتل الإمام سلام الله عليه شارع بجنب مرقدي الإمام وضريح الإمام سلام الله عليه، يسمى هذا الشارع باسم قاتل الإمام الكاظم عليه السلام. أين غيرة العلماء المبلغين الخطباء، كذلك أنه السياسيين
أهل الغيرة أهل الحمية، كيف يقبلون أنه إمام معصوم تهتك حرمته بأن يمجد قاتله وشارع باسم قاتله، ولا يوجد شارع باسم الإمام سلام الله عليه، وهذا الشارع الذي هو باسمه يسمونه باسم قاتله. ذلك يؤلم قلب كل من هو لديه غير على هذا الدين. اتركهم أي ملة هو، اتركهم من أي ملة لا يهمنا، ولكن كل أحد يعلم أن أهل البيت صلى الله عليه وسلم لهم الفضل واليد الطولة على العراق، وهذه كلها الخيرات من آل محمد عليهم السلام ومن أضرحتهم ومن بركاتهم. فكل هذه الخيرات أي أحد له شيء من المروءة بغض النظر عن دينه أو معتقده أو توجهه، ولكنه يرى أن أهل البيت هم حق وأهل عدل وأهل صلاح، وأنهم لا نقول أنهم لا يراهم معصومون، ولكنه يراهم أنه أهل استحقاق ومن العلماء والفضلاء وأهل الدين. فكيف من الغيرة أنه هذا الرجل الذي هو المعصوم عندنا الغير معصوم عند غيرنا صاحب العلم والفضل والدين أن قاتله يمجد ويذكر اسمه ويكون له تمثال ويكون له ذكر وتعظيم وتمجيد؟ لا أحد يقول أنه هذه من الطائفية. الطائفية أنه منكم أنتم أنه تضعون أسماء قتلت آل محمد عليهم السلام وتجرون علينا، نحن الأكثرية ونحن الأغلبية. وحتى لو نقول أنه لسنا بالأكثرية، لو نقول أنه عددنا قليل ونحن الأقلية، ليس من المروءة أن تضعون أسماء قتلت أهل البيت عليهم السلام وإن كنا نحن الأكثرية. قلنا لو تنزلنا وقلنا نحن الأقلية، ليس من المروءة وعين الطائفية أن تضعون قتلت أهل البيت صلى الله عليه وسلم أسماءهم وتمجدونهم هؤلاء قتلت أهل البيت صلى الله عليه وسلم. تقبلون أنه الآن يكون شارع باسم صدام تحاكمون عليه، هذا ألعن من صدام، هارون العباسي والمنصور ولغوا بدماء محمد عليهم السلام وهجروا أولادهم ونساءهم وقتلوهم شر قتله، فكيف تقبلون الآن صدام؟ لا تقبلون هؤلاء ألعن من صدام، صدام لعنة الله عليه، هؤلاء بغوا على آل محمد عليهم السلام، صدام بغى على المؤمنين وقتل المؤمنين، هؤلاء قتلوا آل محمد عليهم السلام، قتلوا أهل بيت الله عز وجل، أهل بيت رسوله صلى الله عليه وآله. والحديث طويل والكلام كثير. أحسنتم سيدنا. سيتوجه إن شاء الله سؤال للعراقيين خاصة، لماذا أصدرتم قانون اجتثاث البعث إن قلتم أن البعث ظلمنا وأن صدام جار علينا؟ فلذلك أصدرنا هذا القانون أننا لا نتحمل أن نسمع اسم صدام أبدا. فنقول فلماذا تتحملون أن تصبروا، لماذا تتحملوا أن تصبروا أسماء باسم ذلك الذي أودع إمامنا المظلوم في السجن لسنوات طويلة ومن ثم وضع له السم وقتله مظلوما؟ في الأيام هذه اللي مضت وخصوصا بعد هذه الضجات المفتعلة لما أصدر هذا البرلماني هذا الكلام، التغريدة التي سحبها طبعا للأسف، وحينما طرحت قناة فدك المباركة في الحلقة الماضية أنه لماذا يبقى أسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم في شوارع بغداد وفي مناطق العراق بصورة عامة، سمعت هناك بعض الكلام من بعض الذين يدعون التشيع وهم يميلون إلى الطرق العلمانية وما أشبه، فيقولون مضمون الكلام لا بأس أن يبقى في العراق أو في بغداد اسم الرشيد أو المنصور أو تمثالهما لأنهم من بنوا بغداد، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، ألستم تدعون أنكم دائما تغردون كذبا وزورا أنكم باسم الحرية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وضد التطرف وضد العنف وضد إقصاء الرأي الآخر وغيره، ألستم دائما تغردون بهذا كي تطعنوا بالإسلام وبأصول الإسلام؟ فأقول لكم إن بحثتم بإنصاف ستجدون كل علامات الإرهاب
موجودة في الزبير وفي طلحة وفي عائشة وفي الذي تسمونه الرشيد وفي المنصور، هؤلاء مجرمي حرب. الزبير خرج في حرب ضد الولي والإمام الشرعي وقاد الجيوش وقتل الآلاف، والذي تسمونه الرشيد أودع الإمام المظلوم في السجن وقتل الأبرياء، آلاف الأبرياء من شيعة آل محمد قتلهم هذا الذي تسمونه الرشيد. والمنصور قتل الإمام الصادق صلوات الله عليه، ورجل مجرم، حاكم ظالم، حاكم ظالم. فلماذا هذه النظرة التي بحمد الله والله نحن نراكم أنكم كالأعور؟ هذا الأعور، شايفين الأعور؟ هذا الأعور في الحقائق، أقصد أعور في قراءة الحقائق، ينظر بعين واحدة، يذم أبي بكر البغدادي ويترك أبي بكر وعمر، يذم أبي بكر البغدادي ما أعرف هؤلاء الإرهابيين ويترك الذي تسمونه الرشيد والمنصور. هذا رد على الذي يدعون الحرية ويدعون الحفاظ على حقوق الإنسان من الذين يحاولون أو يحاولوا أن يتصدوا لهذه الحملة المباركة، حملة تغيير هذه الأسماء المشؤومة الملعونة التي ظلمت محمد وآل محمد وظلمت الإنسانية وظلمت الناس المؤمنين الأبرياء العزل، لأنهم لا يرون الشرعية لهؤلاء الظالمين. سيدنا العزيز، هنالك سؤال يطرح نفسه، أقول أن هؤلاء الآن الأسماء كيف يمكن أن نغيرها؟ ما هي الخطط المرسومة إن شاء الله حتى تغير هذه الأسماء؟ لا نتحمل سيدنا، نحن كشيعة لدينا مشاعر، لا نتحمل أن تبقى هذه الأسماء أمام أعيننا أبدا. فما هي الخطط إن شاء الله المدروسة، أو ما هي الخطط الأقرب لتغيير هذه الأسماء وإن شاء الله تكنس من هذه الأماكن وتذهب إلى مزبلة التاريخ؟ أحسنت. طبعا لا نتحمل عين الصواب، ولكنه الآن اترك أنه المشاعر، هذا خلاف الدين. يعني الآن ورد عندنا في الروايات والآيات أنه قطيعة المشركين وقطيعة النواصب وغير ذلك، هؤلاء عين النواصب. صحيح. وعندنا أنه في الروايات أنه من مجد ظالما، من تبسم في وجهه، من أطعمه، من أعطاه، من بجله. هنا يقول أنه في الروايات أنه الله عز وجل يحرمه الجنة لأنه فعل ذلك مع الظالم، فما بالك الذي هو قتل أهل بيت عليهم السلام وولغ في دمائهم ودماء ذريتهم ودماء أصحابهم. فهؤلاء الأمر الأول أنه نعلم عظم المصيبة، عظم ما جرى عليهم، بعد ذلك أنه هذا القاتل الذي قتل الإمام مباشرة. هنا الحل الأول أنه نبدأ بوضع لافتات، لافتات نملي بها الشوارع، نكتب أنه شارع الإمام موسى الكاظم عليه السلام، أو شارع باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام، أو أنه شارع موسى بن جعفر عليهم السلام. في هذا المكان الذي فيه صور ذلك الطاغية أو الشارع، أو أنه نقول لافتات أو حتى أوراق سيدنا، ممكن لا خلي اللافتات كبيرة كبيرة، نعم، والعالم ينظر إليها. أخواني حطوا الأرقام، عفوا سيدنا، أخواني حطوا الأرقام للمشاركة إن شاء الله. نعم سيدنا أكملوا. الأمر الأول هذه اللافتات، وهناك من الرافضة فعلوا ذلك سابقا ولاحقا، حتى بالأمس أخونا أبو علي الدر جزاه الله خير فعل ذلك وسيشاركنا وسنضع ما فعل. نعم. فهناك أخوان قدماء وضعوا أنه لافتة كبيرة، ووضعنا ذلك وشارع الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عليهم السلام. فأولا ليضعوا 10,100,000 يضعوا هذه اللافتات. إذا وضعت هذه اللافتات 1,000 لافتة في شارع هذا يمتلئ يسمى. والحل الأول أنه يضعون اللافتات. الحل الثاني أنه الرافضة والسواق والشباب والرجال والنساء والأطفال يقول أنه ذلك شارع الإمام موسى بن جعفر. يعني سيدنا في اللغة التداول، حينما مثل يقول له شخص هذا الشارع الذي يسمى الرشيد، يقول لا أعرف هذا الرشيد. نعم. أنا أعرف شارع هذا موسى، موسى بن جعفر سلام الله عليه. فالحل الثاني، نعم، أن يجعلون ذلك في أوطانهم، في أماكنهم، في مجالسهم، أن ذلك هو شارع موسى بن جعفر. أهم شيء السواق، السواق عندما يقول له أرسلني إلى شارع الرشيد يقول لا أعرف شارع الرشيد، إنما هو شارع موسى بن جعفر. فهنا إذا بدأوا السواق
لأن السواق هم الذين يمارسون ذلك يوميا، يوميا يخرجون من الصباح إلى المساء في إيصال الناس إلى ذلك الشارع، الشارع المسيء للأئمة عليهم السلام. فهذا الحل الثاني. الحل الثالث أن يجعلوا منشورات، منشورات يبينوا للناس أن ذلك ظلم كبير، لم تقبلوا أنتم بأنه آل محمد عليهم السلام، نعم لم تقبلوا أنه يعني تبقى الشوارع بأسماء قتلة أهل البيت. نعم. فهنا إذا ما قبلتم ما هي العاقبة؟ العاقبة أنه لا يستجاب لكم دعاء، لا تقضى لكم حوائج، لا يفرج، لا يفرج الله عنكم. لماذا؟ لأنهم لم تفرجون عن آل الله عز وجل. حسن. فكيف الله يفرج عنكم؟ فتجعلون منشورات. الأمر الأول قلنا لافتات كبيرة، لافتات. نعم. الأمر الثاني تغيير من نفوس الناس الآن. نعم. المنطقة والشوارع والناس والتكاسي والسواق أنه يتداولون هذا الاسم، يلغون اسم الله رشيد ويضعون اسم مثبت. الثالث مناشير، منشورات تثقيف تبين، أي نعم تبين عظم الفاجعة. نعم. وماذا فعل هذا الذي هو لعنة الله عليه هارون، ماذا فعل بالإمام وكيف عذب الإمام وكيف فعل بأهل البيت والجرائم، يشرحون. نعم. يعني يشرحون كل جرائم، يتكلمون ذلك عنه. الحالة الثالثة المنشورات، إذا عندك اتصال بلغ. نعم. اتصال سيدنا. نعم أكمل بعد. نعم. ثلاث اتصالات. منو معنا؟ سلمان من الأهواز. السلام عليكم أخ سلمان. عليكم السلام أخي، ممكن أشارك برنامج؟ تفضلوا أخي، نسمعكم مداخلتكم، حياكم الله. سلمان من الأهواز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ سلمان. سامحني أنا أتكلم بهاي اللغة شوي عامية، وهذه هاي لغتنا في الأهواز، إحنا تدري. مو مشكلة أخي، نفهمكم، أهلنا وحياكم الله كل أهلنا بالأهواز. تفضلوا أخي. مو مشكلة أخي، تكلموا تكلموا باللهجة اللي تحبونها، نفهمكم إن شاء الله. أخي بالنسبة أنا عندي سؤال لسي دردس إليه. تفضل أسأل سؤالكم حبيبي. عندي سؤال دردس للسيد، هو خارج الحلقة. تفضل. لكن أنا وايد شاغل بالي، أنا وايد شاغل بالي. تفضل. مولاي بالنسبة رسول الله. نعم. صلى الله عليه. بالنسبة رسول الله، رسول الله من جلت أعظم لواحد نبي طالب. شلون؟ آية واحدة. بالنسبة رسول الله من جلت أعظم لواحد نبي طالب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. أذا قلت رسول الله أعظم. نعم. فرسول الله ليش من كلم على ابن أبي طالب وقال له عصير فتنة وراح عصير هالشكل والغائب خير من الغائم والغائم ولا آخره. نعم. شكرا على اتصالك، الظاهر انقطع اتصاله. نعم نعم. الشاعر منتظر حبيب من النجف. سلام عليكم اخ منتظر. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شاعرنا وعظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله أجورنا وأجوركم برحب أهل البيت عليهم السلام، صلاة الله وسلام عليهم وعظم الله أجوركم بكافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله. أحسنتم يا مولانا أيها المبارك. أحسنتم سيدنا، حياكم الله شاعرنا. حيكم مشتاقون كثيرا لكم. أحبتم أن أشارككم. نتشرف يا أخي بسماعكم، حياكم الله. تفضلوا الحديث لكم مولانا. أستاذنا العزيز، أحببت أن أشارككم، كان بودي أن أشارككم بكلمة مسبقة الإعداد إن شاء الله، لكن حق أنتم أهل لذلك، أهل البيان أنتم. الله يساعدكم يا أخي. أسمك رحم الله بك، رحم الله عليك. فخافي سير تشوش يعني أرجو هذا، خافي تشوش بالتصالة وبالكلام. إن شاء الله واضح كلامكم أخي. الله يسلمكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الكلام غير موجه للطبقة السياسية والطبقة الحاكمة بالعراق، لأن أنتم تعرفوا إحنا نعرف بعد الحياة لمن تنادي. صحيح. فإحنا شنو بعد مظن وشنو بعد ثقة؟ الكلام موجه إلى الطبقة العامية للناس، خصوصا الطبقة الشيعية والفئة الشيعية من أجل. نعم. الوضع الراهن هسه، هنا كلمة محبوبة، يعني كلمة حقيقة قلما توصف برائع السيد المرجع حفظه الله. نعم. يقول فيها أمرنا بإقامة الصلاة. نعم. وأمرنا بإقامة صيام شهر رمضان، لكن ما نحن عليه ليس بإقامة الصلاة وليس بإقامة شهر رمضان، لأن فقط المسلمون وقلما يكون المسلمون الملتزمون.
أما باقي الطوائف وباقي الأديان فملتزم ثالث، هذه ليست إقامة. تكون الإقامة للصلاة ولصيام شهر رمضان عندما تكون 90% من الناس أو من البشر على وجه الكرة الأرضية ملتزمون بذلك الأمر حتى يتحقق القول أن الصلاة قد أقيمت. الله. كذلك أمر لأهل البيت عليهم السلام، كلها تدعي بأنها موالية لأهل البيت عليهم السلام، لكن متى تقوم هذه الولاية؟ بشرط البراءة من أعدائهم. الله. سنت. وهناك شرط محكم خصوصا الرافض منهم مثلي ومثلكم بارك الله بكم، أن يكون التثقيف خاصة بالعوام الشيعة. نعم. يكون شرط البراءة الأسس في رؤوسهم وفي تفكيرهم، أن يكون تفضيل أهل البيت عليهم السلام وكرامتهم وشهادتهم داداتهم على مصالحهم الشخصية في الأمر الأول حتى تتحقق إقامة الولاية في هذا الأمر. أما الآن للمدعات هذه التغيير أسماء الشوارع تغيير مع هاي تلك الطائفة الشيعية، أقول أنه غير مجدي. فالأمر الواجب تثقيف الطائفة الشيعية بهذا الأمر بكل الوسائل، السيد باللائحات على السيارات، بالدعوة، ممتاز ممتاز، تسمية الإمام الجعفر الصادق على السلام. يعني العقلية الشيعية لي هسه ما متفهمة أهل البيت عليهم السلام، ملايين الزوار شفناهم في زيارة الغرب عليه السلام، وقريبهم هو تمثال قاتل جعفر الصادق عليه السلام، الله أبي إمامهم المظلم في زيارتهم الآن. أن نرى منهم من حرق ساكنا ولن نرى منهم من ضج لذلك، هذا هو الواقع الراهن. وأرجو من الكل التثقيف في عوام الشيعة حتى يكون مصالح أهل البيت عليهم السلام في أسهم الأول على مصالحهم. الله. أحسنت. نعم أحسنت. إذن هذه دعوة إلى الخطباء والمبلغين والعلماء أنه يثقفوا عوام الناس إلى أن ذلك هو القاتل لآل محمد عليهم السلام، ويجب البراءة منه وإزالة كل ذكر له لأنه قاتل الإمام مباشرة. إن شاء الله. هذه كلمة السيد المرجو، وهناك كلمة أيضا جميلة للشيخ الحريض الله يحفظه وسلامنا على رسوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم. يقول الشيخ الحبيب في عدة محاضرات عد يعني كرار الكلمة هاي من عد، يقول تداركوا أمركم أيها الطبقة السياسية الحاكمة، الله. تداركوا أمركم قبل أن تدور الدنيا فيكون الحكم بأيدينا. الله. إن كانت قبل الدولة العدل الإلهي أو فيها إن شاء الله. اللهم آمين. كان الأمر بأيدينا سنعاقبكم كما يقول الشاعر الإمام مخاطبا، لا أنت أنت ولا هم في الهوان هم إن لم يروا في لقاك الموت إحسانا. الله. فأنتم لما تجنوها عليكم، أقول لكم لما تجنونها عليكم، تتمنون الموت في لقاء الإمام. الله. فهذه الفرصة متاحة أمامكم إن شاء الله. أحسنتم. أرجو أن يتعقل من هذا الكلام. أحسنتم وأجدتم مولانا. حفظك الله تعالى. الله يرعاكم والله يقبل أماكم إن شاء الله. أحسنت بيان وعجبتكم الله خير. أحسنتم الله يعزكم. طبعا قبل أن أخذ الاتصال سيدنا هذا سليمان من الأهواز سلمان يقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين، سؤال الحقيقة ما أعرف الظاهر هو ما وصلته معلوم، من أفضل أمير المؤمنين مكانته أو النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني شوف أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله، يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم ما خلق الله عز وجل، أعظم مخلوق لله عز وجل، ولكن هو سؤاله مبطن، سؤاله أنه هذا الذي فهمته هو انقطع اتصاله. أنا فهمت من سؤاله يقول أنه إذا رسول الله أعظم كيف رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى علي عليه السلام بأن يقي الفتنة وأنه لا يقاتل القوم، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل له لا تقاتل القوم، قال له إذا قام معك 40 رجلا فقم بالأمر وقاتلهم، ولكن لم يقم معه 40 رجلا خصوصا أنه وفي رواياتنا روايات الخاصة لنا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له إذا قام معك 20 رجلا فقم بالأمر، يعني 20 رجل لم يكن مع علي عليه السلام، وكانت الزهراء تطرق الأبواب ولا يوجد نعم ناصر، نعم طرقت أبواب المهاجرين والأنصار ولم يستجيبوا لها. وفي كتب المخالفين كذلك النبي صلى الله عليه وآله أمر عليهم في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين. نعم. نعم شكرا لكم. عندنا اتصال منه معنا أخوان محمد من الموصل، السلام عليكم.
السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المداخلة الأولى. تفضل. احنا انا من الموصل. حياكم الله. عندنا اسماء، عندنا اسماء يجب ان يبدل، شوارع باسم القتلة، عندنا احياء باسم هؤلاء القتلة. مرهم. فنناشد المسؤولين نعم. عن هذه، حتى اسم صدام لحد الان. الله اكبر. صدام موجود، جامع صدام لحد الان الناس نفس النمط ونفس الحكي. قصر صدام وعندي سؤال للسيد. تفضلوا اخي. خدمتكم ان شاء الله. الهاكم التكاثر، بس قولي نعم. تعالى الهاكم التكاثر نعم تفسيره، و سورة شو اسمه عبس وتولى في من نزل. احسنتم احسنتم. والثاني عبس وتولى. شكرا لكم. عندكم مداخله اخي. سلامي الخاص لجميع الخدمة الموجودين في هذه القناة، وخاصة الشيخ الحبيب. حياكم الله أخينا، جزاكم الله خير. الله يعزكم. طبعا سماحة السيد، إن شاء الله قبل أن نأخذ هذه الأسئلة نعم. بالنسبة للنقاط اللي ذكرتموها، أنه لم أكمل طبعا، عندي بعد نقاط أريد أن أكملها يعني. نعم فلا أعلم. تفضلوا سيدنا، ذا عندك. تفضل. جزاكم الله خير. فالنقطة الأولى ذكرنا أنه يهب العالم كله إلى أن يضع هذه اللافتات، إذا وضعوا 1000 لافتة، 2000 لافتة، 10,000 لافتة، هذا هو جيد وخير إن شاء الله تعالى، وتكون مذخورة له عند الإمام الكاظم عليه السلام أنه حرك ساكنا وأودع ذلك الوتد الذي فيه اللافتة اسم الشارع، شارع موسى بن جعفر عليه السلام، عليهما السلام. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قلنا أنه أصحاب التداول، التداول يعني التداول فيه يوميا من أصحاب التكاسي ومن أصحاب الذين هم مسؤولين في هذا الأمكنة، أنه يضعون هذه أيضا لافتات في هذا الشارع، شارع الرشيد، شارع الرشيد، يضعون مكانه شارع موسى بن جعفر، ويتعودون السواق وغيرهم يتعودون على أن ذلك الاسم اسم الشارع موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثالث المنشورات، أنه يضعون المنشورات في هذا الشارع وفي الأماكن القريبة منه للناس. الأمر الرابع وهو المهم، أنه يتحركون كل أحد له سلطة وقدرة وقوة أن يتحرك لتغيير ذلك الاسم، اسم الشارع، أو إزالة ذلك الصنم، صنم المنصور أو غير ذلك. كل من له سلطة سواء إعلامية أو سياسية أو دينية أو غير ذلك فليبادر وليبدأ بذلك، ليكون ذلك مشهودا له يوم الإشهاد عند رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الخامس أن يخرج مظاهرات هذه الملايين التي أتت لزيارة الكاظم عليه السلام، ليتها بعد أن زارت الإمام تتوجه إلى هذا الشارع وتقف هناك متظاهرة محتجة ولو لساعة واحدة، وتقول تطالب هذه الحكومة أنها تزيل تلك الأصنام. نفس اليوم يغيرونه طبعا، بس يشوفون هذا الملايين اللي إجا، بس يقفون ساعة واحدة نعم. ويسلط الإعلام عليه، احنا بخدمتكم، احنا نأتي، هذه هاتان القناتان فدك وصوت العترة عليهم السلام ستأتي معكم وتصور كل ذلك الأحداث، ونخرج أياما وأسابيع وأشهر نكون معكم إن شاء الله تعالى حتى نغير ذلك، أنتم ابدأوا ونحن إن شاء الله معكم. فهذه الملايين لو توجهت إلى ذلك الشارع فهي تغير إن شاء الله تعالى، لأن الحكومة إذا رأت 1000 نفر ستدخل إنذار، ما بالك إذا رأت الملايين ويطالبون بتغيير أسماء الشوارع أو بإزالة ذلك الصنم. الأمر السادس، هذه الملايين الآن ذهبت إن شاء الله، هناك مناسبات أخرى للإمام سلام الله عليه وفي شهادة الجواد عليه السلام، ويستطيعون أن يذهبوا أيضا ويعزوا الإمام ويفعلون ذلك. أيضا يستطيع الآن أن يعتصموا كل 10, 20, 50, 100 يجتمعون هناك، ابدأوا أنتم بأنفسكم وسترون الناس تجتمع معكم. الآن لو يعتصمون 10 هناك ويرسلون لنا الفيديوهات ونحن نعرضها وندعو الناس إلى هناك، ستجتمع الناس معكم. اليوم الأول يأتون 5، اليوم الثاني 10، اليوم الثالث
100، اليوم الرابع 500، الخامس 1000، وهكذا. اعتصموا وسوف ترون أنه الله ينصركم، الله يريد منكم أن تبدأوا أنتم حتى الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عليكم أنتم البداية. صارت أنا عندنا 6 نقاط وعندي أكثر من ذلك، لكن لا أريد أن أشتت ذلك على المؤمنين، ولكن لنبقى على هذه 6 ونرى أنه سجلت كلها. سجلت تقريبا سيد نعم مضمون النقاط، وإن شاء الله عندنا اتصال. منه معنا أخواني؟ أبو محمد حسن من بغداد، سلام عليكم أخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أبا محمد. الله يخليك سيدنا، رحم الله والديك. سيدنا تحياتنا لكم، تحياتنا للشيخ الحبيب على راسنا. حياكم الله مولاي، تفضل. بعدين هاي حكومتنا ما بيها خير، تدري شو ما بيها خير؟ المنفذ الحدود اللي بيننا وبين السعودية عرعر. نعم. هذا هو كان كربلاء قبل، كان تابع المحافظة كربلاء المقدسة. اجى صدام هدام الكلب، وين حوله؟ حوله على الانبار. زين، ولو تقيس المسافه يمكن بالخمسين، اقل من 50 كيلو متر عن 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 كربلاء، بينما هو على الانبار اكثر من 70 100 كيلو متر. هذول زين من غيروه قبل، قدروا يغيروه من يجون هذا تابع المحافظه كربلاء وياخذون مالته، والموظفين كلهم واحد رئيس وزراء من اول علام، وبعدين هذا جعفرين، وبعدين هذا مالك كرتين، والعبادي، وقابل اخر طريق، قدروا يرجعونها. انت هذا لا تترجى منهم شيء، ولا احنا غاسل ايدينا منهم للاخير. قلنا لا وانا الله يرضى عليكم. اي والله حياتنا سيد ان شاء الله. الله، الله يرفع قدركم يا مولاي، هنيئا لكم يا مولانا، هذا الالم لآل محمد عليه السلام. انتم اخي ابو محمد، شكرا لكم، جزاكم الله خير، مع السلامه. الله يوفقكم. الله يحفظكم. نعم. ان شاء الله. بالنسبه سيدنا للنقاط اللي سجلناها، وان شاء الله نتمنى من الاخوه يباشرون من انفسهم، يبدون ان شاء الله من هذا اليوم، من هذه الايام الحزينه، ايام ذكرى استشهاد امامنا الكاظم سلام الله عليه. اخواني الاعزاء، هذول السياسيين لا تنتظروا منهم شيء، هذول السياسيين خداعين، كذابين، مرتابين، كل شيء يسموهم هذول، هذول يمشون وراء مصلحتهم، لا عندهم دين، أبد ما عندهم دين، وإلا سرعان ما تشوف واحد يتكلم كلمة ربما ما هي دوافعها، ويطلع واحد ثاني يوم لما يصير عليه الضغوطات يسحبها. أنا أتعجب هؤلاء يدعون التشيع، حزب الدعوة، ما أعرف من التيار الصدري، ما أعرف هذول، حزب الفضيلة وغيرهم، يدعون التشيع وأسماء قتلت وأعداء أمتنا عليهم الصلاة والسلام بنص دياركم، بعقر دياركم، ومن ثم بيوم العزاء، بيوم الاستشهاد، تلقاهم سيدنا يلطمون، تلقاهم يحضرون بالمشايخ، هيات من الذلة. نعم، وينادون هيات من الذلة، والذلة واقع على رؤوسهم. أنتوا اللي لما صرتوا تمثلون الشيعة بالبرلمان غصبا عليكم تنفذون مطالب الشيعة، ولو إحنا ما مترجين خير منكم، ولكن هذا واجبكم غصبا عليكم. هذا استهانة بمقدساتنا، هذا أصلاً استهزاء وتعدي على الشيعة. ما عبالكم ما واحد يوم يجي يردكم، ما واحد يوم يجي يأدبكم، صاعدين بالبرلمان ما تستحون على رجوكم، البكرية يمجدون بعد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قدام عيونكم، وأنتم أذلة قاعدين، وراح تبقون أذلة. صدق إمامنا سلام الله عليه لما قال: لو أن البترية صفاً واحداً ما بين المشرق والمغرب ما أعز الله بهم دين، ما ينعز الدين لا بحزب الدعوة ولا بغيره، لأنهم بترية، لأن أساس منهجهم بتري من محمد باقر الصدر وغيره. عذرا سيدنا شوية على هذا، والله سيدنا حرقة قلب. نعم مولانا، المصاب عظيم والجرح عميق. نعم. وهذا الذي يجري على آل محمد عليه السلام، يعني حقيقة لا أستطيع أنه أذكر ما جرى على الإمام الكاظم عليه السلام، وكيف أنهم يعني هذه المنادى عليها بذل الاستخفاف. نعم. هذا والله لو ترى أنه تفسير وما يذكره فيه العلماء يدمي قلبك، ويضعون تلك القتلة ويمجدونهم ويجعل لهم اعتبار، كيف أنه إذا أنه جعلنا شوارع بأسماء هؤلاء القتلة، إذا جعلنا لهم اعتبار وجعلناهم كالأئمة. وهذه مصيبة أنه الإمام المعصوم عندما أنه يقتل تهتك حرمة الإمام المعصوم، الله يمنع البركات. سيدنا عفوا، السياسيين هذول السياسيين لما يسرقون أموال الشيعة، وهاي ربما أنهم يجهلون أن أهل البيت عليهم السلام عند الشيعة الذين عندهم غيرة حقا خط أحمر، خط أحمر
يأخذون الأموال الجهنم، بس أما يجون يتعدون ويستهينون في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا إن شاء الله يجي يوم وتنفجر الجماهير عليهم. اللهم آمين. عندنا اتصال أبو حسن من لندن، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. حياكم الله أبو حسن. حياكم الله. الله أجوركم. أعظم الله أجورك وأجورنا باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. سلام الله على سيدنا. شلونك سيدنا؟ شلونك شيخ علي؟ الله يرفعك. حياكم الله. أهلا وسهلا أخينا العزيز. من عام 1920 بعد الاحتلال البريطاني لحد عام 2003 كانوا السنة هم على رأس السلطة. لذلك ترى أنه أسماء كثيرة في شوارع بغداد وفي شوارع العراق سميت بأسماء هؤلاء الفاسقين. أزيدك بالطين بلة أنه بالشعر بيتا أنه هناك أسماء في منطقة الأمين والمامون. الله أكبر. هؤلاء أسماء خلفاء الدولة العباسية، حكام الدولة العباسية. نعم نعم. خلفاء ابليس اسم هارون اسم الرشيد، شارع الرشيد اهم شارع في بغداد هو سنتر بغداد. الله اكبر. كذلك المنصور هي افضل منطقه في بغداد. الله اكبر. اغلى منطقه بعد ايضا مولانا ابو حسن. نعم شلون؟ اغلى منطقه ايضا هي افضل واغلى. اي نعم نعم باسماء هؤلاء. واعتقد بال 2005 من حدثت بعض الامور الطائفيه في العراق تم ضرب هذا الرأس رأس العسل تفجيره. نعم فجروه وعادوا بناء مرة أخرى وقامت القيامة. أنا ذاك يعني قاموا يصحون البرلمانيين والسنة، فهي مشكلة عويصة يعني. حتى الحكومة هي حكومة الشراكة، يعني أي شيء يسووه الشيعة رأسنا الطرف الآخر يقومون يعترضون. نعم صح. أنت تصور أكو يعني ما علينا بالله، هي أسماء قديمة وخلفاء فاسقين، لكن أكو في سامر أنا أسه حاليا اسمه شارع وطبان لحد الان موجود. الله يعني اكبر. ومع العلم هذا من المجرمين اخو صدام يعني موجود سنت. لحد الان الاسم موجود باسم شارع وطبان ما يقدرون يشيلوا. احسنت. مع من سرايا السلام من جماعه مقتدى الصدر هم مسيطرين على. لكن هنا اخوي ابو حسن اسال سؤال، انه لماذا انه مدينه الثوره سووها مدينه الصدر، مدينه صدام سووها مدينه الصدر، كيف ان استطاعوا يغيروا ذلك؟ سيدنا هاي لانه مدينة الثورة 4 ملايين شيعي موجود، يعني ما هاي ما يقدروا له. لكن أكو مناطق مثلا المنصور هاي أكثرها يعني مختلطة إذا مو كانوا. وفيها شيعة كثير. فيها أصلاً شيعة. تهجروا منها البكرية، خرجوا منها ما بقى منها إلا أفراد الآن كلها يعني للشيعة تقريبا. وشارع هذا اللي يسمونه شارع الرشيد كثير فيه شيعة. شارع الإمام الكاظم هو نفسه. شارع يعني الإمام الكاظم عليه السلام. بينه وبين الضريح فقط شارع واحد هو اللي يسمونه هم شارع الرشيد. يا أخي هذه مناطق شيعية، حتى لو كان كم بيت بكري فيها، ولكن منطقة شيعية المفروض تصير عندهم همة وعزيمة. لا بعدين هم ذول البكرية يعني لا يعلمون أن هؤلاء قتلت أهل البيت عليهم السلام وأنه قاتل الإمام سلام الله عليه. فيهم لا يقبلون بهذه الأسماء، يعني فيهم من البكرية لا يقبلون بهذه الأسماء ويقول هؤلاء قتلوا وفسقوا. قليل الذي هم من النواصب الذين يقبلون بهذه الأسماء. وإلا أحد الأخوات اتصلت أمس قالت أنا بكرية ولكن أنا جاي من الزيارة وألعن هارون وهذا ظالم الإمام. هذا نبذة عن البكرية الموجودين. فقط النواصب. نعم فقط النواصب. كم واحد اللي يسمونهم اليوم وهابيين، كم واحد؟ فذلك تجمعون لازم يصير تقتل عند إخواننا الشيعة اللي حقا عندهم غير على الإمام عليه الصلاة والسلام، ويتكلمون مع البكرية المنصفين مثل أم حسن وغيرها من الذين يعتقدون أن هارون لعنه الله قاتل الإمام وظالم الإمام ظالم الإمام، فيكون إجماع على هذا الشيء فيتغير الاسم طريقة سهلة إن شاء الله. إذا ما كان هنالك ضغط شعبي أو مظاهرات بهاي المسألة. أحسنت. ضغط شعبي. أحسنتم أبو حسن، شكرا على مداخلتكم. عندنا اتصالات كثيرة عفوا عن المقاطعة. أبو علي من بغداد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وعظم الله أجوركم. عليكم السلام. حياكم الله أجوركم سيدنا. شلونك سيدنا؟ شلون الله يرضى عليكم ويرفع قدركم يا أبو علي. الله يخليك سيدنا. أنا طبعا إن شاء الله الطرح اللي تطرحوه لأن هم ذولا صحيح يعني هاي الأسامي ذولا أعداء أهل البيت. سلام الله. لكن يعني عندي سؤال سيدنا. تفضلوا. انه يعني هاي التسميات تاريخيا هل هي قديمه يعني بزمن اهل البيت؟ يعني اكو روايات انه ذكرت تسميات. نعم. يعني اكو روايات نعززها لو مثلا هاي التسميات حديثه واحنا هذا الشيء مشروع يعني نغيرهن. نعم شكرا لكم اخي العزيز. عندكم مداخله؟ مداخله ثانيه سيدنا. نعم.
داخله ثانية يعني توضيح انه اكو مثلا يعني مثلا منطقة المنصور سيدنا يعني ما نسميها بس باسم اهل البيت يعني هي صراحة يعني ما تليق هاي المنطقة يعني نغير اسمها صحيح نعم فسق ومجون وفجور نعم ما نسمي شارع مثلا موسى بن جعفر لانه هاي مناطق ما تمثل اهل البيت وبعض اكو عندنا مناطق مثلا مناطق شعبية سيدنا نعم مناطق شعبية يسموها مثلا حي الزهراء يعني من صراحة احنا كنا مناطق شعبية بس من تجي نشوف يعني مثلا وصخة سيدنا ما بيها نظافة يعني ناسها محترمات للطيبين فقصدي انه اكو تسميات يعني لأهل البيت خلينا نكون مناطق يعني مرتبة ان شاء الله سنجيبكم ان شاء الله يجاوبكم السيد شكرا على اتصالكم اخي ابو علي عندنا احمد من بغداد السلام عليكم اخ احمد ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله سيدنا حبيبي عيوني الله يحفظكم حياكم الله سيدنا احنا هسه جاي نحكي على الـ على 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 الشوارع هو الأئمة أهل البيت مو سموا بس ما عمر وعثمان وأبو بكر لو نعم ان شاء الله ان شاء الله يجاوبكم عندكم مداخلة ثانية اي عيني واني احكي وياك في ساعة قال ابو تكتان ابو تكتان وقف على الكبو وربك وقف على الكبو عشر تكتيات وقف من وراي وخاف تفلس الكبو وقل له والله ما عنديش جاني ها وهذا حل يا سيدنا يا رحم الوالدين وانا اريد احيي جهالي بالقوة لحصل الكبو في عشرة وداعتك ولا ها ويقول لي وصلني كملت اخي مداخلاتك حبيبي اريد شكرا على اتصالكم شكرا على اتصالكم ان شاء الله يجاوبكم السيد نعم سيدنا خلينا نجاوب على الاسئله طبعا الاخ محمد من الموصل الله يحفظه طبعا من المؤيدين لهذه الدعوه والله حتى اللهجه لهجه رافضيه ما شاء الله جزاه الله خير الاخوه كان شيعة ومتشيع فهنيئا له الله يوفقه وهذا سيدنا رساله للحكومه وللي متسلطين انه هذا اللي يتصلون هذول هم الشعب العراقي أي والله. من كل مناطق الشعب العراقي فانه يريدون تغيير هاي الاسماء فما من حقكم انتم تجبرون الناس ويبقى تبقى هذه الاسماء مطالب شعبيه سيدنا هاي نعم يقول شنو السبب أو عفوا شنو تفسير آية ألهاكم التكاثر طبعا ورد عن تفسير القمي نعم. ألهاكم التكاثر أي أنه يقول أي أغفلكم كثرتكم بهذه الكثرة التي في هذه الحياة الدنيا غفلنا عن الآخرة وعن القبر والحشر نعم. فهنا يقول ألهاكم أي أغفلكم كثرتكم نعم. حتى زرتم المقابر أي أنه لم تذكروا الموتى نعم. فهنا يقول أنه ذكركم للموتى هو يذكركم بالآخرة صحيح. أيضا أنه لا ترون الجحيم أي لابد أن ترونها ثم أيضا في الآية لابد أن ترون الجحيم يقول أنه الله عز وجل سوف ترى الجحيم ولابد أن ترى الجحيم فهنا إذا أنه لم تعد نفسك من الدنيا إلى الآخرة سيكون والعياذ بالله مصيرك الجحيم فكل منا واردها أن يرى تلك النار هناك من يقع فيها والعياذ بالله وهناك من يمر عليها وهناك من تأخذه من لهيبها حسب ما أنه يعني إيمانه وعمله إلى الله عز وجل أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن الولاية والدليل على ذلك قوله وقفوهم إنهم مسؤولون قال الولاية أي أنه يوم القيامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت قول الله عز وجل لتسألن يومئذ عن النعيم قال تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام صلوات الله عليهم سيدنا إن شاء الله نكمل الأسئلة بس عندنا شيخ حسين السلطاني من كربلاء المقدسة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شيخنا عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم حياكم الله سيدنا وأخونا علي عظم الله أجوركم أجورنا وأجوركم أخينا العزيز بذكرى استشهاد إمام الرافضة الإمام موسى الكاظم عليه السلام صلوات الله وسلامه على سيدي ومولاي سيدنا أبي طالب صلوات الله تعالى وسلامه عليه نسأل الله عز وجل بهذه المناسبتين الأليمتين
أن نكون من شيعة الإمام الكاظم. لا يا آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. لا يا آمين. ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال وهو يخاطب الشيعة الخلص أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب الشيعة يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. أحياء أمر أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم تختلف مصادقه، من المصادق هو تعلم العلوم، تعلم علوم أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم ونشرها، إقامة المجالس، الفرح في الأفراح، الحزن في الأحزان. أيضا من مصادق أحياء أمر أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم هو النهي عن ذكر أعدائهم. الله هو الله بيان فضائح وظلم وجور أعداء أهل البيت صلوة الله تعالى عليهم. هذا من مصادق، بل من أبرز مصادق أحياء أمر أهل البيت صلوة الله تعالى عليهم. أحسنت البيان. لذلك ما تطرقت إليه من موضوع وهو الإشارة إلى تغيير أسماء شوارع التي تحمل أسماء قتلة أهل البيت صلوة الله تعالى عليهم، موضوع جدا مهم وحقيقة يعني لعله بلاء هذا اليوم، بلاء على الشيعة أن يكون في مناطقهم وفي دولة تعد دولة شيعية يحترم ويخلد فيها أسماء قتلت أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. لأن سيرة العقلاء بنيت على أنهم يضعون أسماء قادتهم، أسماء رموزهم الناجحين، ويطلقوها على الشوارع وعلى المدن، وعلى وأيضا يبنون ويصنعون تماثيل مجسمة ليخلدوا ذكرهم. الآن في الغرب مثلا، دول الآن الناس اللي شووا الغرب، الآن لو يراجعون تاريخهم يشوفوهم خالين تماثيل في يعني خلينا نقول رموزهم بأسماء علمائهم وما شابه ذلك، يعني يخلدون اسمهم. اليوم نحن في العراق نرى العكس، نرى يعني الناس يضعون أسماء قتلت أهل البيت، الله أكبر، يصنعون تماثيل لأعداء أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. كيف ننجح وكيف نتطور وكيف نرتقي وأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم تطلق على مناطقنا وعلى مدننا وعلى المستشفيات وعلى الجامعات؟ مثلا في بغداد أكو شارع الرشيد، الله، اللي هو قاتل الإمام الكاظم عليه السلام، أكو حي المنصور، حي المأمون، حي المعتصم، جامعات، مدارس، مستشفيات، كلها بأسماء، يعني كثير منها بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. ليس في بغداد فقط، حتى في جنوب العراق، في البصرة، في الناصرية، في بابل، بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، مدارس موجودة، مستشفيات. يعني هذا الطفل الشيعي اللي يروح بالابتدائية يدرس بمدرسة تحمل اسم لعدو أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، هذا شلون يتوفق؟ هذا شلون راح يتبع أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم بالطريقة الصحيحة؟ أحسنت. يعني شاب يدرس في جامعة تحمل اسم أعداء أهل البيت، لا لا حتى لا. توفيق ماكو. الله، لذلك هذا الموضوع مهم. أيضا الناحية القانونية الشيعة هم الأكثر في العراق. الآن رجعنا نسبة الشيعة بالنسبة للمخالفين، يعني نسبة جدا كبير. صحيح. شلون خلين أسماء أعداء أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم تطلق على مناطق شيعية تعد شيعية، لأن الأكثر فيها شيعة حتى لو مو شيعية، احتراما للشيعة واحتراما لأهل البيت عليهم السلام، في مناطق قريبة حتى قريبة من مناطق الشيعة ما يصح. لذلك الشيعة لابد يعني أن يثيروا هذا الموضوع حقيقة، يعني مبادرة قناة فدك الفضائية وقناة صوت المعترة وهيئة خدام المهدي عليهم السلام، يعني هذه مبادرة جدا مهمة في هذا الوقت، وإثارة هذا الموضوع الذي إن شاء الله عز وجل وبتوفيق وتهزيد من مولانا صاحب العصر والزوال نغير أسماء هذه الشوارع والمدارس. أحسنتم شيخنا، الله يسمع منكم، أجدت البيان وأحسنت المقال، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم شيخنا الجليل، الله يعزكم وفقكم الله. أجاد نعم. حقيقة جزاه الله خير الجزاء. عندنا اتصال أبو سجاد من بغداد، سلام عليكم أبو سجاد. ألو، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم أبو سجاد. عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم. أحسن الله عزاءكم أبو سجاد، قبل الله أعمالكم بأحسن قبول إن شاء الله. اللهم آمين أجمعين إن شاء الله تعالى. سيدنا كيف حالك؟ الله يرفع قدركم، من نعمة إلى نعمة، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. اللهم سيدنا أنا عندي ملاحظتين إن شاء الله مهمات وإن شاء الله أختصر في العسكرية. تفضل. نعم. الدين أي دين يأتي، أي دين يأتي، ما هي الثمرة من الدين؟ هل الثمرة من الدين البناء أم الخراب؟ نعم حسنت. الثمرة من الدين البناء. إذا الدين ما أدى إلى بناء يعني هذا الدين فيه خلل، ولذلك هذا الدين الآن الدين الإسلامي عندما ينظر لنا الغربي وينظر لنا الإنجليزي وينظر لنا الفرنسي وينظر لنا الأمريكي يشعر بأن ديننا غير متكامل. العلة مو بالدين، العلة فينا نحن لا نطبق الدين حقيقة. نعم. يعني على أرض الواقع، ولذلك نحن ضعاف، لأنه أدوات التبليغ اللي موجودة عندنا وطريقة التبليغ ولغة الخطاب مو بمستوى المرحلة. بعدنا الآن لغة الخطاب مالتنا جاي نتكلم بلغة قبل 1400 سنة، بعدنا الآن نتصور بأنه الإسلام بعد على البعير وبعد العالم على الحصين وبعد العالم بعدها كشمة تعرف يعني على الصحاوي وعلى الشسم. العالم تطور، المفروض لغة الخطاب تتطور. الآن يعني الآن إذا غيرنا اسم الرشيد، أنا طبعا مو ضد القناة ولا ضد الطرح نهائيا، أنا مع القناة كامل مكمل يعني تماما مع طرح القناة بالكامل، لكن نعم. أشعر بأنه طرح القناة يجب أن يتبدل، لأنه الآن إذا أنت تريد تناظر على بغداد وبغداد بها المنصور وبها المأمون وبها الرشيد، العمارة ما بيها، العمارة محافظة ميسان ما بيها هاي الأسماء، ومحافظة الناصرية ما بيها. الآن الناصرية شنو؟ دبي؟ العمارة مثلا أبو ظبي؟ يا نعم. أخي القائمين على البلاد هم فاسدين، فالعلة لا في الشارع والعلة لا في التسمية. نعم. المفروض احنا نجعل هاي الاسماء هي تزول. يعني من انا اروح للعماره واشوف العماره صارت في محافظه جيده فيها خدمات، الناس فيها مرتاحين، الناس فيها يشعرون بانهم عايشين حياه جيده. أخي. هاي راح تصير مثال، راح هو بغداد تتغير. ابو سجاد من رخصتك، عفوا عندي سؤال لك، الله يحفظكم، سؤال من رخصتك. نعم تفضل. نعم. الان بعد 100 سنه، أنا الأمثال نعم. تضرب ولا تقاس، بعد 100 سنة نعم. جيت نعم. البغداد ولقيت مكتوب على أو تمثال موجود، هذا تمثال أبي بكر البغدادي أو هذا المكان نعم. شارع أبي بكر البغدادي. حينما يأتي نعم. شخص ويبادر في تغيير هذا الاسم الذي يحمل اسم أبي نعم. بكر البغدادي، هل نعم. تعتبره أنت أنه طرحه غير ملائم، غير مثل ما تسمي أنت أنه تطور العالم ما يصير، وإذا بقت هاي الأسماء مو مشكلة؟ هل ترى هذا الكلام نفسه على أبي بكر البغدادي؟ لا كان لا اسمه أنا موجود؟ ما أقول لا اسمح لي أخ علي، اسمح لي نعم. لا أنا ما أقول بأنه هؤلاء رموز ويجب أن نعظمهم، أنا ما أعطيهم الشرعية، أنا ما أقول أنه الرشيد محترم ويجب أن نحترمه ويفرض علينا احترامهم قبل 1400 سنة، لا. عندك مشكلة أن هناك بعد 100 سنة يكون تمثال مرخصة؟ المأمون ماذا فعل؟ عندك مشكلة بعد 100 سنة أن يكون تمثال لأبي بكر البغدادي؟ الآن نعم. عندك مشكلة بعد 100 سنة يكون تمثال لأبي بكر البغدادي في بغداد؟ عندك مشكلة؟ نعم أنا جايك أجاوبك. إذا ما عندك مشكلة قول ما عندي، إذا عندك مشكلة قول ما هي الأسباب عندك مشكلة. أنا أجاوبك أبو بكر البغدادي ما ممكن أحد يحط له تمثال. ليش؟ أنا أقول لك ليش، لأنه هم المناطق اللي شافوا أبو بكر البغدادي كرهوه. لا شوف، لا خلق لك إياها بالطريقة الأصلية، خلطك إياها بالطريقة الأصلية. أبو بكر البغدادي مجرم صح؟ هارون الرشيد مجرم. نعم. أبو بكر البغدادي إرهابي صح؟ هارون الرشيد نعم. إرهابي. أبو بكر البغدادي قتل ناس أبرياء؟ هارون الرشيد قتل آلاف بل أضعاف ناس الأبرياء. نعم ما عندنا، فإذا كان إذا كنت صاحب مبدأ، شوف أخي أبو سجاد الله يعزكم، إذا كنت صاحب مبدأ المفروض تاخذ نفس الموقف. تفضل أسألك سؤال. تفضل من رخصتك. تفضل. الآن أنت تعيش في بريطانيا. نعم صح لو لا؟ صحيح. بالله عليك أنت من أي دولة؟ أنا ما أعرف، مع احتراماتي إليك كائن من يعني كل الدول على رأسي، وأنت إن شاء الله ابن الإسلام. شكرا لك. وأنت إن شاء الله ابن الدوحة المحمدية وابن التشيع، ما يهم من أين تكون وعلى رأسي. لكن الآن أنت عايش في دولة أوروبية ديانتها تقريبا الغالب عليها الديانة المسيحية صح لو لا؟ نعم النصرانية أو حتى مو نصراني، ربما الديانة العلمانية. أنا أريدك أنت تتقمص الآن دور الإمام المهدي سلام الله عليه، مو تحط نفسك بمقامه، لا الإمام المهدي لا يقاس به أحد.
لكن انت تصور الامام المهدي هسه هيجي يباوع على بريطانيا على لندن ويباوع على بغداد، ويشوف الوصاخه ويشوف القذاره، شوف مولاي ويشوف لندن ويشوف بغداد. من راسك ابو سجاد، ابو سجاد هذا 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 مثالك، مثالك هذا، مثالك هذا اولا طلعت بيه عن الموضوع، ثانيا قياس مع الفارق. انت ما تريد تجاوب، انت ما تريد تجاوب، ما تريد تقول اخي ابو سجاد حتى ما تطول عندنا اتصالات، ما تريد تقول هاي الكلمه. ابو بكر البغدادي مجرم، ما راح نقبل نخلي تمثاله. لما تقول هذا الكلام اذا تطبق نفس المبدا على هارون تلقى هارون اكثر اجرام من ابو بكر البغدادي. شكرا على اتصالك مولانا، الله يعزكم ان شاء الله. طبعا الاخ ابو سجاد عندنا اتصال، بس ملاحظته كانت جيدة، ولكن نتمنى منه أنه يكون اطلاعه أوسع وتتبع أوسع. أنا سأجيب، أنا ما أردت أنه أدخل في سجالكما، ولكن نعم. سأجيب وأعلق إن شاء الله تعالى. عندكم اتصال ولا أقدر أجاوب؟ تفضلوا سيدنا، إن شاء الله اتصالات موجودة. نعم. بس تفضلوا. بالنسبة إلى أخي أبو سجاد جزاه الله خير، أنا أعرفه ورأيته شخصيا في كربلاء المقدسة، وكان من الذين حضروا الموكب، جزاه الله خير الجزاء. أخوي أبو سجاد، أنا أقول لك ما هو الخلل. الخلل أنه نحن لا ننظر إلى آل محمد عليهم السلام وإلى دمائهم المقدسة. قطرة الدم من دماء محمد عليهم السلام تسوى الكون والأكوان والسماوات والأرض وما فيهما، فما بالك أن هذا القاتل الذي قتل آل محمد عليهم السلام مباشرة بلا واسطة، يعني هو أمر ذلك ابن شاهك وقتل الإمام مباشرة. فهنا هذا القاتل الذي قتل الإمام وأسال تلك الدماء الطاهرة وحرمنا من هذا الإمام الذي ورد في الروايات أنه يبقى الإمام يعمر إذا ما لم يقتله أحد، يبقى يعمر لأنه الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من هذا الخير العميم، خير وجود الإمام سلام الله عليه. والدليل على ذلك أن الإمام مهدي عليه السلام عمر أكثر من 1200 عام. فهنا الخلل أين؟ أنه ليس بالطرح أنه طرح 1400 سنة أو طرح صار له جديد اليوم، ليس هذا هو المبدأ. المبدأ أن هذه الدماء الزاكية أزهقت دماء أطهر ما خلق الله عز وجل، وهذه الدماء حرمتها أنه لا نجعل لقاتليها اعتبار ووجود ونعظمه ونشيد به، بل نجعل له صنم وغير ذلك. الحرمة أين تكون؟ ليس بجمالية بغداد أو بعدم الجمال لبغداد، ليس هذا المبدأ. المبدأ أنه هذا الظالم جعلنا له اعتبار وجعلناه مقابل الإمام المعصوم، يعني يعتبرون الإمام معصوم كما يعتبرون هذا اللا رشيد، يسمونه بالرشيد، رشيد بغداد الذي عمر بغداد. وهنا الإمام سلام الله عليه لا اعتبار له ولا قيمة لدمائه الزاكية، لأن هذا هو الذي عمر بغداد وأشاد ببغداد. هذا سفاهة، هاي نظرة مادية سيدنا، نظرة مادية بحتة، وغير ذلك أنها نظرة يعني قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأنه الإمام المعصوم لا يساوى بأحد ولا يقاس بأحد، ولا أحد أنه يكون مقابل الإمام المعصوم سلام الله عليه. الإمام هو إمام الأكوان، إمام السماوات والأرض، إمام كل ما خلق الله عز وجل، إمام البرية، أي أنه كل ما برى على هذه الأرض ووجد على هذه الأكوان هو إمامها وسيدها. فهذا الإمام المعصوم عندما تجعل قيمة لقاتله واعتبار وتعظيم وتبجيل له، هنا هتكت حرمة الإمام، وهنا استهزأت بهذه الدماء الزاكية، هنا لم تحترم هذه الدماء الطاهرة التي أزيلت. أنا عندما أزيل هذا الصنم وأزيل ذكر اسمه، هنا عظمت الإمام وجعلت الإمام بمقامه الإمام، عندما أنه أضع قاتله وأعظمه في الشارع الذي للإمام، يعني الشارع الذي مقابل ضريح الإمام أسميه شارع الرشيد. هنا ذهبت دماء الإمام سدى، لماذا؟ لأنه قاتله مقابله وبالشارع ويمجد ويمدح ويثنى عليه، وهنا لا نعلم عظم المصيبة التي جرت على الإمام المعصوم عليه السلام. أيضا أنه بغداد جميلة أو غير جميلة، أنه أول واحدة أنه ليس هو الذي بنى بغداد، ثانيا لنقل هل بناها بأمواله أم بأموال الشعب، ثالثا أنه إذا بنى بغداد وعمر بغداد، بغداد الآن إذا أنه عمرت بغداد
وجمالية بغداد. يعني هنا يعني الاسم يعني يشترط أنه الاسم نعتبره ونجعل له المقام، أنه إذا كانت بغداد جميلة هنا يعني الاسم ليس له الضرورة. هذا يعني لا أعلم أبو سجاد ما هو الذي أصابك، لم تكن أنت هكذا، كنت رافضيا جلدا، الآن ما هذه الأفكار، ما هذه الاعتقادات؟ الله أعلم. أسأل الله لي ولك الهداية وأن تعود إلى صوابك، تعود أبو سجاد الرافضي الذي كنا نرى به خيرا وكنا نعتمد عليه في كثير من الأمور، فعد إلى رشدك وعد إلى محمد عليه السلام، ولا تجعل هؤلاء السفلة القتلة اعتبار لهم حتى لا تشاركهم بما فعلوا بالإمام سلام الله عليه. لربما أنت الآن من حيث تعلم أو لا تعلم أنه لا تعترض على تغيير الأسماء، الله سبحانه وتعالى يسجلك ممن لم يعترض والعياذ بالله على قتل الإمام سلام الله عليه. وليس أهمية أنه تغير الاسم أو لا، من أعظم الأمور أهمية تغيير ذلك الاسم، لأن كل ما يبقى اعتبار له كل ما يكون خنجر في قلب الإمام المعصوم سلام الله عليه. أحسنتم سيدنا. عندنا اتصال أخوان، منه معانا قاسم من كربلاء. السلام عليكم أخ قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مرحبا سيدنا. حياكم الله أخ قاسم. الله يحفظكم إن شاء الله سيد قاسم، الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى. البارحة أنا اتصلت بكم وطلبتكم حلول، بس مشكلة يعني إحنا يعني فقط كلام، أنا يعني ما أحبذ هذا الكلام، يعني فقط كلام ما ممكن. أنا أريد منكم أن تدعون إلى أن تختارون تاريخ، يعني يوم من الأيام كان جمعة أو كان سبت، إنه الاعتصام في نفس الشارع لتغييره. يعني أنت سيدنا قبل شوية قلت إنه مرة ممكن يجون يوم واحد، أو ثاني يوم يجون خمسة، ثالث يوم يجون مثلا ستة إلى آخره. يعني أول شيء ندعو الرافضة الموجودين الآن في بغداد، ندعوهم إنه الاعتصام في هذا الشارع لتغييره إجباريا، لأنه بالنسبة للحكومة ماكو حل. يعني هاي حكومة يعني هم كأشياء يعني لا يستطيعون بالكتب، يعني يعتبرون إنه العهد هارون رشيد هو العهد الذهبي عدب التاريخ، هم كاتبين بالتاريخ. يعني شلون العهد الذهبي وقاتل الإمام. فهالشيء أول شيء ندعو إنه تختارون يوم ممكن يعني مع المستمعين إنه وياكم يتفقون على تاريخ معين إنه الاعتصام في هذا في هذا الشارع. بالنسبة إلى الأخ قبل شوية اتصل بكم يتحدث عن دبي، وما دبي هو سبب شنو السبب؟ يعني أنت الآن تحكي عن ناصرية وسخة أو العمارة أو كذا، أنت نفسكم أنتم قابلين بهذا الشيء، أنتم نفسكم قابلين بهذا الشيء. يعني أنت بإمكانك إنه تحول ناصرية إلى دبي، بإمكانك أنت شعب في ناصرية، ليش تخلون اللي أنا مسلطين عليكم؟ أنا واحد من الناصرية يقول لي مبالغ هائلة عن ناصرية، وكل شيء ما بين إنه معناها أكو سرقة، وأنت ساكتين عليها، ولذلك من تسكتون عليها بعد لا تنتظرون إنه يعني يحولون ناصرية إلى دبي. أحسنت. وشكرا جزيلا ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ قاسم، بس قبل أنه لا تنهي. هنا أنا إذا قلت إذا اعتصموا 10 من الرافضة الأحرار الأبرار، غدا يكون 20، بعد غد يكون 100، بعد غد يكون 500، وهكذا. لكنه نحن لا نريد أن ندعو الناس ونحن هنا في لندن، نريد أن نكون هناك إن شاء الله تعالى وندعو الناس إن شاء الله تعالى. وهذه دعوة عامة لكل من يرى فيه الخير وأنه يريد أن يعتصم لأجل الإمام سلام الله عليه، سيرى الله عز وجل كيف ينصره. نعم شكرا سيدنا. نعم أنا الباحث سيدنا بكلامك الباحة، أنا قلت مثال، أعطيتكم مثال. نعم لا أنا الباحة أعطيتكم مثال، قلت لكم أنتوا القناة، أنتوا كنتوا بالألفين وطمعش، يعني مع احترامي لكم أنه أنتوا لا شيء، يعني لا شيء، كلمة لا شيء يعني مو يعني مو كلمة سيئة، وإنما نعم يعني لم يكن لنا وجود. نعم لم يكن لنا وجود. نعم الآن 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 أصبحتم أنتوا وجود، الآن أصبحت موجود. شكرا يعني لله. خلال اقل من يعني عقد من السنين، هاي يعني هاي العمل هو الاهم، العمل هو الاهم. أحسن. يعني الان مثلا اعطيك مثال، الان هم راح يجون في زياره كربلاء في الشعبانيه، هاي الملايين راح يجون من بغداد،
قبل ما يجون خليه يروحون يغيرون الشارع وبعدين تعالوا الكربلاء. مو تجون الدقوز رقصون بشوارع كربلاء والله والله شنو انا جبت الحسين ولا هذا ما اريدكم. احنا اهل كربلاء, انا من كربلاء, ما اريدكم. روح غيروا الملاهي, غيروا الشوارع, غيروا هاي التلفان مع المنصور, غيروا تعالوا. هاي احنا نقول عليكم انتم مؤمنين صدق تحبون الحسين وتنادون بمادي الحسين. الحسين ما يقبل انه الملاهي في بغداد, ما يقبل. شكرا جزيلا. الله يبارك لكم اخونا قاسم, جزاكم الله خير. بس دقيقه, اخونا حسين, الشيخ حسين السلطاني يقول انه لم اكمل البحث الذي هو ذكره, لكن قال لي هذه نقطه, قال موضوع حول شارع اللا رشيد, شارع الرشيد باسم الحاكم العثماني خليل باشا وليس باسم هارون الرشيد. نعم. فقط هذه ملاحظه حتى يلتفتوا اليها الاخوان. شكرا لكم سيدنا. بس خلي نكمل الاتصالات, أو عفوا نكمل الأجوبة باختصار. طبعا الأخ محمد من الموصل سؤال الثاني يقول عبس وتولى في من نزلت. نعم, عبس وتولى نزلت في عثمان بن عفان لعنة الله عليه. نعم. نزلت فيه عندما أتى ذلك الوفد, كان وفد عالي ومرموق وحضر عند النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي هنا استقبل ذلك الأعمى, وهنا عبس عثمان, فنزلت الآية على عثمان أنه عبس وتولى وليس على النبي محمد صلى الله عليه وآله. ذلك هو سيد الأخلاق وإنك على خلق عظيم. نعم. أحسنتم سيدنا. أبو علي من بغداد طبعا مؤيد لهذا الطرح, ويقول سؤال, يقول الأسماء اللي موجودة, هاي أسماء الطغاة, هل هي في زمن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مضمون سؤاله, أو حديث هاي الأسماء؟ طبعا حديث. لماذا؟ لأنه في زمن الأئمة عليهم السلام عندما قتلوا الأئمة سلام الله عليهم لم تكن لهم هذه الأسماء وغير ذلك, إنما بعد مقتل الأئمة عليهم السلام وضعوا هذه الأسماء الذين هم يلونهم ويوالوهم. نعم, شكرا. منطقة المنصور وغيرها, هذه المناطق التي فيها فجور ربما وفسق, يقول لا تليق باسم أهل البيت عليهم السلام هذه الأسماء. جيد, نضعها بأي اسم آخر, مثلا على سبيل المثال أنه شعب مثلا, أي اسم لا يمجد ذلك المنصور. هنقول مثلا أنه حي مثلا حي الكفاح مثلا, أي اسم يعني حي أنه الجهاد, الدعوة, أي يكون يعني حي أنه فيه اسم مناسب وليس لاسم قاتل الإمام الصادق عليه السلام. طيب, أحمد من بغداد طبعا بصراحة دوم هذا يتصل ويحاول يشتت الموضوع, بس يتسوي نابس. يقول أهل البيت سموا أبنائهم بأسماء أعدائهم عليهم الصلاة. طبعا هنا محاضرة جيدة جدا, لعله 3 ساعات لسماحة الشيخ أو ساعتين. نعم, محاضرة راقية جدا. قال أنه المصاهرة والأسماء لا تمنع ولا تنفي تلك العداوة. يعني أول واحدة أنه ورد عندنا أنه لم ويتكلم عن الأسماء سيد. نعم, ورد عندنا أنه لم يسموا بأسماء قتلة أهل البيت عليهم السلام, والدليل على ذلك أنه أبو بكر هي كنية لأولاد علي عليه السلام وليس اسمه أبو بكر. صحيح, هذا أولا. ثانيا أنه عثمان قال علي عليه السلام لم أسميه باسم شيخ الكافر, إنما سميته بعثمان بن مضعون. أحسنت, فلم يسموا بأسماء قتلة أهل البيت. هناك أسماء رائجة يعني لم تكن أنه خاصة بعمر أو بأبي يعني بكر. يعني هذه الدعوة لا أصل لها, يحتاج إلى دليل أنه. نعم, مثلا الإمام علي عليه السلام سمى عثمان في اسم عثمان بن عفان والموجود هو العكس. أحسنت, فهذه الدعوة باطلة يا أحمد. حاول تقرأ وتتابع محاضرات سماحة الشيخ الحبيب, أصلا هذه الشبهات كلها بينها وكلها جاوبها. نعم, بس نطلب منك الإنصاف. طيب, طبعا أبو سجاد من بغداد اللي اقترح اقتراحات أنه هذا اللي ناقشناه طبعا. إذا عندنا اتصال أخواني. نعم, في اتصال أخواني. أبو علي من البصرة, السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم أخي علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجوركم أخونا أبو علي, تفضلوا أخي. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. صلى الله وسلم على سيدي ومولاي. شلونكم سيدنا؟ حياكم الله. الله يرفع قدركم, الله يسلمكم, الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. الله يرفع عنك إن شاء الله, إن شاء الله من أنصار الإمام صاحب الأمر إن شاء الله. أجمعين, اللهم آمين, اللهم يقبلنا خداما عنده إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جزاء يا مولانا أبو علي, الله يرفع قدركم إن شاء الله. ألو, نسمعكم أبو علي, تفضلوا.
تسمعني علي؟ نعم نسمعكم، تفضلوا مداخلتكم. نعم معكم، تفضلوا. نعم نعم، انا بس احب ان اضيف فد كلمات عن شيخنا العزيز ابو سجاد. اقول له اولا مساله انه التسميات ما موجوده وان هذا ما يضر، يا اخي محافظات على مستوى محافظات، انت تذكر تقول ان محافظه ان المناطق الجنوبيه لم يغيرها شيء، نظام صدام اللعين غير كل شيء حتى اسماء المحافظات. هل تعلم ان محافظه الناصريه قد سماها ذي قار، وذلك تيمنا بمعركه. نعم انقطع الاتصال الظاهر مع الاخ ابو علي. ابو راغب من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عزيزي. سلامنا على السيد أحمد الموسوي. الله يبارك بكم. وسلامنا على الأخ علي الإبراهيمي. الله يبارك بكم. الله يعزكم وأنتم على عز إن شاء الله. الله يرضى عليكم إن شاء الله تعالى. تفضلتم علينا حقيقة. بالنسبة إلى هذه المشكلة، هي في العراق كما تعلمون مشاكل كثيرة، يعني مو بس الـ 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 الأسماء الموجودة على المستشفيات أو على المدارس أو على المتوسطات أو على المحاكم. نحن إذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة يجب أن نحارب المنهج الدراسي الموجود الفاسق. صحيح. الذي كتبه، لو كانوا يقولون نحن شيعة فهم كذابون، هؤلاء بتريه ليس شيعة. الله. وأن كانوا يحكمون الآن السياسيين الفساق فهذه دولة عباسية كما قلت في في في, في الأمس اتصلت بكم. فكيف نحن نحارب هذا الشيء؟ نحاربه بالتغيير المنهج الدراسي الفاسق. كيف يمجدون عمر العادل في المناهج الدراسية؟ كيف ويأخذون قصصية لأمير المؤمنين عليه السلام ويضعونها؟ كتبت علي العادل وليس عمر العادل، فعلمت ابنتي التدريس الصحيح. أجدت ولا يا مراغب، هنيئا لك. الحمد لله، أنا علمتهم صحيح، يعني هنيئا لكم. كما السنة سنوها السيئة، كما سنوها السنة السيئة الأسبقون من أمثال عمر وأبا بكر وعثمان ومعاوية. كيف تسمون باسم معاوية؟ ما يستحون، يعني والله ما أدري ذولا شنو معاوية. لو يعلمون ما معنى معاوية والله لتركوه. معنى معاوية أجلكم الله باللغة العربية معنى أنثى الكل. الله. كيف تسمون مدرسة أو متوسطة أو مستشفى باسم معاوية؟ معناته مستشفى أنثى الكل، ما معناته؟ لا يعلمون اللغة العربية، يتهمون نحن بأننا فرس وأتباع الفرس ولا نتكلم العربية بصحيح، وهم لا يعرفون العربية. أحسنت. يا أخي أرجعوا إلى معاني هذه الأسماء القبيحة، من أمثال معاوية، من أمثال أبا بكر، هو ليس اسم وهي كنية، اسمه قحافة، واسمه الأصلي عتيق. عتيق هالملعون، لأنه عتقه عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان عنده عقد عنده وهو عتقه هذا الملعون. نعم شكرا لكم أخي أبو راغب. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنت يا أبو راغب، جزاك الله ألف خير. أبو محمد من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو محمد وعظم الله أجركم. قبل مداخلتي أرد على أولا شيخ بالنسبة لهذا أحمد من بغداد. نعم. هذا اليوم اتصل باسم أحمد، قبل 3 أيام كان محمد، وقبل أسبوع أو 10 أيام اسمه أبو علي. لا يتصل باسم أبو علي. انتبهوا لهذا الصوت. عند اتصال قديم، هذا عند اتصال قديم تجاوز فيه على الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. هو مشاكس هاي وحدة. نجي للشيخ حسين السلطاني اللي يقول هذا باسم الوالي العثماني كذا. زين أنا سأله، زين فندق الرشيد باسم من؟ زين متوسطة الرشيد باسم من؟ زين كلية الرشيد باسم من؟ مستشفى الرشيد باسم من؟ معسكر الرشيد باسم من؟ هل كل هالوالي العثماني يا شيخ حسين السلطاني؟ سنت. لا يا أخي أبو محمد، أخو أبو محمد لنفرض مثلا هذا الاسم، هذا الشارع هو كان يعني لهذا الوالي العثماني أو ما أعرف شنو، لكن الآن الأنظار لما تقول شارع الرشيد المن تروح الأنظار؟ الهارون العباسي. خلص
صار باسمه، صار باسمه، فلازم نشيله. وان كان هذا الان وين يعرفون هذا الوالي اللي سميت؟ ما انا دارس عليه هذا انا ايد اقتراح اخو علي من بغداد. نعم ايد اقتراح. نعم ابو محمد ايد اقتراح ابو علي من بغداد اللي يقول صحيح الامام الصادق ما يشرف هاي منطقه المنصور، منطقه المجون، منطقه الشرب، ولا لكن نسميها بغير اسم. ما نقبل تبقى المنصور، ما نقبل مثلا يبقى الرشيد. اجت ايوه واحنا الحقيقه رابيد ذكر سماحه السيد نبدي من الجماهير، نبدي من نفسنا. انا هسه متاكد نص اللي البارحه كانوا في الكاظميه من يروح الى شارع رشيد يقول الاهله انا رايح الشارع الرشيد. اي أيوة والله خلنا من نفسنا، خلي نقول الاهله انا رايح الشارع الكاظم. احنا من نفسنا نبدي. احسن. اما هو احمد اللي يقول لي انا وقف تاكسي واذا التاكسي يقول لي ما اندل للشارع، نعم اقول لا تندل، ما لازم اخذ غيرك، انا بروح لهذا الشارع. فنبدا من نفسنا، ولا احنا شارع بصف صحن الامام الكاظم اللي هسه مسميه شارع المحيط، ما حد سمى شارع الكاظم، ما حد سمى شارع موسى بن جعفر او شارع الجواديه. احسنت. يلا ما وراء الحكومه، شوف الجماهيريين من نفسنا نبدي. نعم وشكرا. السلام الله يرضى عليك ابو محمد. جزاكم الله خير. عندنا سيدنا فيديو من ابو علي الدر اخونا، خلينا نشوف الفيديو اخواني. السلام عليكم. شارع باب الحوائج لا رشيد صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عدهم. من الآن وصاعدا الشارع يسمى باسم باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام لا رشيد، لعن الله هارون. وهذا الذي تشاهدونه هو الصنم، الصنم نعم هو أبو جعفر الدوانيقي لعنه الله، قاتل الإمام الصادق. انظروا انظروا لهذا التمثال كم صرفوا عليه من الأموال. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ولعن أبو جعفر الدوانيقي، ولعن هارون. يا الله اللهم انصر الرافضة. الله يلعنك يا أبو وجه الشؤم ويلعن كل من ساكت على ما شاء الله. جزا الله خير، حقيقة أثلج صدورنا والله. لو عشرة مثل هذا الطاهر أبو علي الدر، الشيخ أبو علي الدر، لو عشرة أنه يصورون يفعلون كما يفعل هناك سيحرك الرأي العام وسيكون إن شاء الله تعالى تغيير بالفعل. عشرة وبعدين عشرة صوروا مئة وبعدين إن شاء الله تعالى كتب لافتة ما شاء الله مباركة. هذا باب باب أو شارع باب الحوائج. هذا عمله منظور عند الكاظم عليه السلام ومنظور عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هنيئا له. الآن شهد له. نعم عندنا أبو علي الدر على الخط سيدنا الآن نتكلم معه. ما شاء الله أهلا. السلام عليكم. شهدت له الملائكة ذلك عمله البطل أبو علي. سلام عليكم أبو علي، يسمعنا؟ الشيخ أبو علي انقطع الاتصال مع أخينا أبو علي. نعم نعم. عندكم اتصال ولا أعلق على الشيخ محمد الأسدي معانا؟ السلام عليكم شيخنا. سلام عليكم شيخنا وعظم الله أجوركم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله أجوركم شيخنا وتقبل أعمالكم. الله يحفظكم. الله يرعاكم إن شاء الله. سلمكم الله. الله يعزكم. عظم الله أجوركم. الله أجوركم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة سيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام. صلاة الله وسلامه عليه. عندنا الروايات أنه في شهر رمضان، هي الرواية الصحيحة مولانا شيخنا. تفضلوا جزاكم الله خير الجزاء. جزيكم ألف خير. لا بأس بذكراه إن شاء الله. أحسنتم. خير وبركة أينما حل. أحسنتم. صلوات الله على. نعم أحسنتم. بارك الله بك سيدنا العزيز. طبعا جزاكم الله ألف خير سيدنا العزيز وأخي العزيز. بارك الله بكم ورفع قدركم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله على إثارة هذا الموضوع الذي ينكأ الجراح حقيقة ويذكر خذلان الذي خذلنا به أئمتنا صلوات الله عليه. الله إلى أن نسيناهم فإنسان الله تبارك وتعالى
ما هذه المصائب التي نعيشها اليوم ويعيشها شعبنا إلا نتيجة ذلك الختام ودع محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله خذ لأمير المؤمنين اللهم خذ لعتاقه الطائرة يوم الغدية فلم نعتق الحرمة ولم نحتان دماءهم الكريم قالت لأجل صلنا مش على النور هذا اليوم على طبق من ذهب أي خذلان أعظم لو أنتم تقومون هذا البلد ولم تحركوا ساكن تجاه هذه الإهانات التي توجه لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم من تعظيم قتلتهم وأعدائهم تسمية الشوارع بأسمائهم وتسمية الجامعات والمستشفيات ونصب التماثيل والأصنام لهم وما من صارخ يصرخ وما من غيور يثور على هذا الواقع المزعي الذي يدمي قلب صاحب الأمر صلوات الله عليه الذي غيبته ذنوبنا وابعدنا عنه آثامنا وبعدنا عنه نحن الذين ابتعدنا عنه وغبنا عنه ما هو السبب يا شيعة العراق تتظاهرون كل موسم صيف وتقلبون الدنيا رأسا على عقب وتحرقون الأخضر واليابس وتنصبون الخيم أمام مجالس المحافظات وأئمتكم لا ذكر لهم ولا ذكر لما تعرضوا له من جنايه وظلم ومن تعظيم قتلتهم في المناهج الرسمية للدولة التي تدرس لأبنائنا وتسمية الشوارع بأسمائهم أي غيرة لمن لا غيرة له على آل محمد عليهم السلام وهو يدعي أنه شيعة وتبع حقيقة إذا قلتم بأنها وقت ليس وقت المطالبة بهذه الأمور بل وقت بل نحن يعني ما يقولون نعيش بحالة فقر نعيش بحالة حرمان شعبنا اليوم يعاني من انعدام البنى التحتية يعاني من انعدام الكثير من مقومات الحياة فالحقيقة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إن ما من ما من ما من ما ترك الناس شيئا لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر من الله أكبر فإذا تركتم نصرة أئمتكم فأبشروا بالخذلان وأبشروا بالعار الذي يلزمكم وأنت ولم مو هذه التي كنا ما هذا الذي كنا ننتظره منكم الله يحفظكم ويبارك الله يعزكم طبعا تعليق تكملة لكلام الشيخ محمد الأسد الزهراء سلام الله عليه بخطبتها ماذا قالت فاحتقبوها مضمون الخطبة فدونكموها نقبة الدبر مضمونها باقية العار موسومة بغضب الجبار الله أكبر خلاص شكرا لكم شيخنا شيخنا أحسنت محمد الأسدي المقال وأجدت البيان جزاك الله خير الجزاء أبو علي الدر رجع ويانا ما شاء الله السلام عليكم أبو علي أبو علي السلام عليكم تسمعنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم نعم. السلام حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو علي الدر الغالي عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم عظم الله أجوركم إن شاء الله في مصاب أبي طالب عليه السلام إن شاء الله وفقكم الله ورحم الله أمواتكم وقضى الله حوائجكم جزاكم الله خير الله حقيقة الله أبو علي الفيديو اللي عرضناه قبل قليل كان جدا مفرح هنيئا لك وإن شاء الله مذخور لك بيوم القيامة والإمام الكاظم صلوات الله عليه ما ينساك وندعو الرافضة إن شاء الله أن يسوون اللي سويته هذا العمل العظيم المبارك لما وضعت لافتة وتكلمت بفيديو ولعنت أعداء البيت عليهم الصلاة والسلام أمام هذا الصنم اللي يسمونه الدواليب إذن هذه دعوة للرافضة ولكل الأحرار الذين عندهم غيرة على أئمتهم عليهم السلام أن يفعلوا كما فعل أخونا أبو علي الدر هذا الشيخ المبارك وإن شاء الله تعالى هذه الدعوة إذا أنه وصلت مئات الفيديوهات سنعرضها جميعا إن شاء الله ونصفها الحلقات إن شاء الله أبو علي الدر عفوا بس أريد أسألك على هذا المهمة اللي سويتها هل تعرضت إلى مضايقات حينما مثل تكلمت ولعنت أو حتى وضعت اللافتة حتى الأخوة إن شاء الله اللي يريد يسوون هذه المبادرة يسمعونك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم أول شيء أخوان هذا الذي قمت به أنه واجب شرعي حتى لا أريد مدحا ولا أريد جزاء ولا شكورا وأي طرد رافضي كان يقوم في هذا الأمر وإنما نحن وسيلة والإمام اللي هو غائب عن أنظارنا وإنما هو في الحقيقة موجود هو الذي يسددنا
هو الذي يكون معنا في كل خطوة نخطوها. حقيقة يعني هذا الأمر الذي قمنا به كان المفروض من سنتين أنا أقوم به هذا الشيء، لكن سبحان الله كنت سافرت خارج العراق. الله يوفقكم إن شاء الله تعالى، النية كافية. الله يحفظكم، الله يحفظكم سيد. حتى الله يشهد، مرة من المرة ذهبت لهناك وأنا تدري يعني ما سابقا ما كنت ساكن بالعراق ولا أندلون هذا الشارع يعني. سألت الجماعة يشهد الله يا سيد، أخذت القطعة معاي ورحت أسأل وين هذا الشارع ما يدلوني. هنيئا لك، بطل والله يا أبو علي. هنيئا لكم. لا العفو، فالحمد لله هذه السنة توفقنا وذهبت لهذا المكان. طبعا الأمن والشرطة والاستخبارات في هذا الشارع لأنه كان يوم استشهاد الإمام، ولم أجد مكان حتى أضع هذه القطعة يعني مكان مناسب، لأن ما معقول أضع هذه القطعة على المحلات. نعم. فوجدت هذا المكان مع أن الشرطة بعيدة عني يعني ممكن يشوفوني. قلت يعني هي الخدمة العقيدة لابد أن تضحي. ما شاء الله. وأنا طبعا حقيقة حتى بديت أخذ ابني معي على الدور، لكن ما صار سبحان الله الأمور. قلت يعني احنا رايحين يعني هذا جهاد، جهاد في سبيل الله. كفؤ كريم والله. يعني بصراحة أنا أتعجب هذول اللي الشرطة عمل أبطال والله، عمل اللي ضايقون عليكم، اللي أنتوا شنو ما مسوين جريمة حتى ضايقون عليكم حتى يأخذونكم حتى أستاذنا. هو أنا هاني هذا الأرض أصلى، إحنا حتى لو مسكون يعني أنا شنو اللي مسويت جريمة؟ كل ما هنالك أدي أعبر عن عقيدتي، أنا وضعت ضافة قطعة يعني شنو راح يسوي لي؟ لكن تدري تدور يا عزانا يا حبانا يا معلمينا، تدور بين خبث الأجلكم خبث البتري وخبث العمري، هاي المشكلة ما عندهم أنصاف. نعم. أول ما يتهموك بماذا؟ بأنك تعمل التفتنة، هاي مشكلتهم. يعني ما يجي يرد عليك بالدليل والبرهان أبو علي، لا يستخدمون هاي المصطلحات. أبو علي الدر، من كان لله عز وجل الله يحميه وينجيه، والدليل على ذلك أنه الآن عندنا أكثر من 10 أعوام الرافض يخرجون مسيرات ومظاهرات ومجالس وبراءة، والحمد لله لم يصب منهم أحدا وكلهم الآن في سلام بنعمة الله عز وجل. حتى الذي سجن شهر وخرج، خرج منتصرا وخلصته الزرع عليه السلام. فهذا الطريق هنيئا للي يسجن. أحسنت. هذا الطريق مولانا مؤيد من الله عز وجل. الإمام الكاظم عليه السلام نحن في هذه الأيام الحزينة، هو انسجن 14 سنة يعني. وإذا واحد الآن لو انسجننا يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، نحن الآن في نحن مسجونون الآن، نحن مسجونون الآن في هذه في هذه الدنيا مسجونون، لأننا ساكتين. ما يعني لا تقدر تتعبر عن عقيدتك، يعني شنو هي الحياة إذا أنت ما تقدر تعبر عن عقيدتك؟ بالعكس بالعكس، نحن على حق، يجب أن ندافع عن العقيدة. أحسنت أبو علي. ندافع عن العقيدة، نحن إذا بنسكت بالعكس هم الآن يقومون يتكبرون. إحنا اليوم حطينا اللافتة وما يهمنا يعني أنا ما أتقيد باسم الشارع، اللي يختارون الرافضة لاسم الشارع هم خلي يختاروه، اسم الإمام الجوادين يضعوه أو اسم باب الحوائج أو اسم الإمام الكاظم، لا يهمني، المهم يتغير هذا الاسم. بارك الله بك أبو علي. أبو علي جدا خطوة أبو علي، جزاك الله خير. أنا قلت يعني لو كان يعني 10 فعلوا كما فعلت أنت، ووجدوا بهذا القلب. نعم، بهذا القلب الطاهر المبارك الذي خرج وفعل. انظروا أخوان هذه الصورة، هذه الصورة الآن ترون أنه وضعها أبو علي الدر هناك، هذا شارع موسى بن جعفر باب الحوائج عليه السلام. هذه اللافتة كبيرة وضعها أخونا أبو علي الدر، جزا الله خير الجزاء. أخوي أبو علي الدر، أنا أقول هذه الكلمة، أقول لو أنه فعلوا الآن الأخوة الرافضة كما أنت فعلت، والله العلي العظيم سيحدث الله أمرا. دعوة للرافضة الأبطال، دعوة للرافضة اللي عندهم غيرة، لكل الغيارة ولكل الذين لديهم غيرة على إمامهم، ويشهد لهم إمامهم إن شاء الله تعالى أن يفعلوا كما فعل أخونا أبو علي الدر، ويرسل لنا الفيديوهات. نعم. لو يرسلوا لنا 1000 فيديو 1000000 فيديو إن شاء الله سنعرضها جميعا ونخصص حلقات لذلك إن شاء الله. يلا يا أخواني، إمامكم اللي فداكم بنفسه يا أيها الرافضة، إمامكم الإمام الكاظم سلام الله عليه فداكم بنفسه، وقاكم بنفسه الشريفة،
فحاولوا أن تقدمون شيء لإمامكم، لا تهابون، لا تخافون يقاتلونكم بقتال بيسجنوكم أو اللي يسوونكم هذا السلاح الفتنة اللي نفسه نفس هارون لما أجى يعتقل الإمام الكاظم سلام الله عليه، يجي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال مضمونه أنه راح أعتقله لأنه يريد الفتنة بهذا الأمة ويفرق الأمة. هذا هارون قال على الإمام صلوات الله عليه. فحينما يحاربونكم بهذا المبدأ اعرفوا أنهم أتباع هارون، لا تهتموا لهم أبد. هي المسألة ما هنالك، العفو على المقاطعة، هي مو هم اللي عملوا الفتنة، يعني الآن هم اللي وضعوا هذا الاسم هذا هم الآن هم اللي وضعوا الفتنة، نحن أهل الحق، نحن أهل الحق، نحن لم نعمل الفتنة، هم الذين عملوا الفتنة حين وضعوا اسم هذا الملعون. مساء كان واضح حين وضعوا نعم هم الذين عملوا الفتنة. نحن هذا حق، وأنا طالب بالرافضة من جميع الأخوة الرافضة، أنتم ملوك الأرض وغيركم هم عبيد لكم. أحسن. نحن من الآن وصاعدا لن نسكت أبدا. أحسن. يعني الآن والناس، أنا ذهبت إلى هذا الصنم أبو جعفر الدوانيقي، والشرطة بعيدة يعني خطوات، لعنه والله، الشرطة موجودة عني. نعم. بدون قسم انا ردت اصعد فوق لكن عالي يعني انا ما اقدر، يعني ما شاء الله الله يبارك فيك. الله يبارك بطل والله يا ابو علي، انت قول وفعل، الله يشهد رسوله، الله يحفظك. لا احنا خدام للرافضه، وحق جدك يا سيد، انا ماخذ معي الشاكوش المطرقه، حتى هم التفتيش متعجبين علي. الله والله متعجبين. انت جاي زياره، شنو جايب مطرقه شاكوش وياك؟ بس انا هم ميدون شنو القصد. ما شاء الله. أنا أصعد فوق وأرمي أضربه إذا كسر الخشمة هذا الدواني. كفو نعم والله ونعم. كفو منك أبو علي. عليك لك يا أبو علي. دعوة للرافضة. عشان كفاها مع محمد عليه السلام على هذه الأرض. نصر لأمتكم عليهم الصلاة والسلام. إن شاء الله السنة الجاية ما موجود. إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله. بهمة الرافضة. بهمة الرافضة إن شاء الله ما موجودين كلهم. الرافضة واللي ينصرون إمامهم اللي ما يقبلون أبدا تبقى هاي الأسماء. إخواني الأعزاء، قبل أمس أخوي علي، أمس أبو علي طلعنا فيديو لسماعة الشيخ الحبيب بذكرى استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه القديمة. الشيخ تكلم عن شنو؟ عن تاريخ بغداد، شيعة بغداد، كيف كان شيعة بغداد؟ ما كانوا يقبلون أصلا اسم أعداء البيت ينجبونه بالطاري أو ترضي. صحيح. من الحكومة العباسية الظالمة. فما بال الشيعة اليوم انقلبوا هذا الانقلاب القوي اصلا؟ ابدا ان شاء الله الشيعة يرجعون الى امجادهم، الامجاد الرافضية اللي حقا نرفع رؤوسنا لما نسمع. وبجهودكم وبجهود هاي القناة المباركة ان شاء الله، بكم مولانا، بكم وبامثالكم ان شاء الله من الاغيار الاحرار ان شاء الله تعالى. احسنتم ابو علي، جزاكم الله خير. شكرا يا ابو علي، نسالكم الدعاء ابو علي اذا تزورون ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ابو علي. عندنا اتصال منه معانا اخواني، أم فاطمة الحسيني من طهران. السلام عليكم. حياكم الله أختنا أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجوركم أختنا الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم فيما بعد بكر وعمر وعثمان وعلي. لعنة الله عليهم. ما شاء الله، هنيئا لكم يا والله. الحكم وهارون وسار أعداء أهل بيت رسول الله. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله أختنا الكريمة المباركة، حياكم الله ابنة العم. أبو الأخ الكريم علي، عظم الله أجورنا. عظم الله أجورنا وأجوركم أختنا. أخواني، أنا أسكن بطهران، وهناك أكو شوار اسم أبو بكر لعنه الله بسمعكم، ما حد يقدر يحرك ساكن ويتكلم لو يحكي. الله أكبر. لأن مرة تكلمت بنت في عمر سبع سنوات، لا أطول ما أطول عليكم، أكيد يمكن أخواني خدر المهدي يدرون القضية. تكلمت أدي طفل عمر سبع سنوات كان بالدرس مالتهم يطول الخلف لا راشدين. فآخر كان دا تحكي المعلمة على أبو بكر هيك سوى أشياء زينة وعمر هيك، فأنا علمت طفلتي من اللي كنت أدرسها لحد الصبح على مود أرسخ بدماغها فكرة بين عمر وأبو بكر أعداء. ما شاء الله، هنيئا لكم. ماما من تقوم المعلمة، من تقومك المعلمة إذا قالت أبو بكر هيك عنده أعمال صالحة، وأنت تقوم تقول هذا اغتصب حق أهل البيت، وعمر قتل فاطمة الزهراء طفلها المحسن. نعم. فقامت الطفلة رأسا ضربتها المعلمة راجدي. الله أكبر. وويلاه، سيدنا جدي رسول الله، أنت ابن عمي. الله أكبر. الله أكبر.
والله العظيم وقفتها بالبرف، كان احنا برف اكو برف يعني ثلج ثلوج دتوقع. الله اكبر. طفله بالساحه طلعتها من الصف وقفتها بالساحه. لا اله الا الله. ودزوا علي طفله، جيت لقيت بنتي مثل الطير ترجف. الله اكبر. شنو سوت بنتي؟ شنو باقت؟ لا تجاوزت على اسيادها. قلت لها منو اسيادها؟ قالت عمر وابو بكر وعائشه وحفصه. الله اكبر. واويلا. قلت لها اولا ذول اسيادكم انتم مو اسيادنا. هنيئا لكم. احنا اسيادنا محمد وال محمد ونقل الله وسلامه، وحتى لو حتى على دمائنا. والله العظيم صدقوني يا اخواني، اروح لكم فدوه لهذا تعبكم وجهودكم. الله يرفع قدركم ان شاء الله. نحن نبغيكم يا احنا كنا ما نعرف أختنا. الوائل احنا كنا نقدس الوائل، كنا نقدس فلان وفلان، كلها كنا نقدسها احنا ما نعرف شيء. بس اهل البيت لا والله خط احمر. يعني اختي ام فاطمه، اختي ام فاطمه لك اسوه بما جرى على امك الزهراء عليه السلام. لطمه بنتك هناك مذكوره عند الزهراء عليه السلام. فضل رايت ابا الفضل العباس السيد عقد لها الراي، وبنتي الحمد لله والشكر يعني رادت تموت. يعني الله اختنا ام فاطمه، اختنا هذه اللي المدرسه اللي ضربتها والمعلمه، هذه تدعي التشيع ولا هي بكريه مثلا؟ لا بكريه شيعيه هي اصلا. الله اكبر. لا اله الا الله. هؤلاء هم هذا اللي يقدمون النظام. شيعه النظام. شيعه النظام. شيعه النظام. نعم. هو سماحه السيد والاخ علي، هو نعم. من قوى جذور البكريه؟ من قوى جذور النظام؟ احسنتم، النظام البائد. احسنتم. التشيع البتري هو هذا اللي قواهم. احسنتم. والله احنا لو نوقف بوجههم كنا. هسه البارحه عندي تعليق، العفو اول البارحه، وحبيت ولو اطيل عليكم. لا بخدمة. لا والله نستانس بحديثكم. البارحه ابو علي ما ادري منهم من النجف او البارحه يعلق عليكم يقول لكم انتم روحوا للسعوديه واحجوا. لو هيك كان امام زماننا عجل الله فرجه كان رب العالمين اذا لو ظهر. اذا هيك هم دا يحجون دا يقول لكم انتم قاعدين بلندن، انتم اللي دا تجاهدون، انتم اللي دا تتعبون، انتم اللي دماغكم رخصتوها لنا انتم والشيخ. الله يرفع قدركم يا اختي. الله يحفظكم. علويه يعني احنا الان كنا في الكويت وفي العراق وفي كل مكان نوجد فيه كنا نعمل ذلك، ولكنه انا واحد من الناس في الاردن اعتقلت لانه خرجت بذكر الامام الحسين عليه السلام واعتقلوني وخلوني تحت الارض، الله يشهد ورسوله، ما شفت عائلتي ولا غير ذلك. فانه اذا تطلق صوتك انت في الشرق الاوسط مصيرك اما القتل او السجن. نعم. ولذلك انه هجرنا الى هذا المكان حتى نعم. نوصل صوتنا للاحرار في كل العالم. احنا اذا نقتدي باهل البيت وامتنا لازم نقتدي بهم، هم ضحوا دماءهم لاجلنا، احنا ما نضحي بكلمه. ام فاطمه، ام فاطمه، هذول النوع اللي يقولون تعالوا هناك وتكلموا، هذول النوع هذول ما يتكلمون فيها لوجه الله، عارفينهم هذول ما يتكلموا لوجه الله. طبعا الشيخ الحبيب، الشيخ الحبيب لما كان بالكويت قال ليش تتكلمنا؟ روح لندن واحكي. الشيخ اجى لندن نفسهم يقولوا له تعال ارجع هناك واحكي، تعال احكي بالكويت. هذول ما يرضون، ما يرضون ذولا نفسهم ذولا اللي يقولون علي عليه السلام خلينا نقاتل بالصيف، يجي الصيف خلينا نقاتل بالنهار او بالشتاء. عمر للمسلمين يهاجرون هناك ونشروا الدين، هذا بالعكس انتوا اللي انتوا وعيتونا، انتوا نورتوا طريق. استغفر الله. انتم اهل هدى واهل صواب. الحمد لله. هنيئا جزاكم الله خير اختنا. الله يرفع قدركم يا اختنا. جزاكم الله خير اختنا. نسالكم الدعاء عند الامام رضا عليه السلام. اللهم طبعا طبعا سيدنا الاخت اللي تقول ضربت هذا الطفله، ضربت طفلتها هذا المعلمة البترية لأنها ماذا؟ لأنها تكلمت على أبي بكر وعمر أعداء الزهراء وقتلة الزهراء سلام الله عليها. هذا الرواية أوردها شيخنا ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي الشريف، ويوم ذكرى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. شوفوا الإمام شنو قال عن أبو بكر وعمر. فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردا على الله عز وجل كلامه وهزئا رسوله صلى الله عليه وآله، هما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما وما ازدادا إلا شكا، كانا خداعين مرتابين الله. مناثقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى محل الخزي
في دار المقام ربما أو إلى محل الخزي. هذه الرواية التي أوردها ثقة الإسلام الكليني. ما عندنا تشيع يجي يترحم على أبو بكر عمر ويسويهم يمجدهم، ما عندنا تشيع أبداً. التشيع اللي عرفناه أن أئمتنا الطاهرين اللي وصلنا بدمائهم الطاهرة أننا نتولى الطاهرين ونبرأ من أعدائهم. عندنا اتصال منه معانا أخواني. أبو محمد من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرك أخونا أبو محمد. عظم الله أجرك، عظم الله أجرك. حياكم الله أبو محمد. أني ستعقب شوي على قولك قبل دقائق. تفضل. أنا ما أجي أسمع. يقول تعقيب على قولك قبل دقائق. تفضل ونسمعكم. اتصلت بيك مواطنة من إيران. نعم. نعم. فأنت إيش قلت لها؟ قلت لها أنا تعذبت بالعراق وانسجن، العفو بالأردن وانسجنت. نعم. بسبب كشف هويتك الرافضية، مو صحيح؟ نعم، كان مجلس الحسين عليه السلام. أي سلام الله على الإمام الحسين. فأنا هسه أشوفكم كليتكم تقريبا كل واحد يسوي له فد عمل يكشف لي عن هويته أو يدعي الرفض أو يكون هو حقيقة الرافضي مو يدعي. نعم. ويقوم بأي عمل وراها يطفر وين يروح؟ لندن. يعني أنتوا تردون كل الرافضية يتعرضون إلى نفس تعرضكم حتى يطلعوا كلهم خارج بلدانهم. زين. أنتوا نسيتوا أكو تقية يمكن. زين. كملت. نسيتوا. كملت مداخلتك. شعب هاي الطريقة. كملت مداخلتك. حبيبي خلنا كمل شوي. لا واحد. يلا كمل. نسيتوا أنتوا هواية ناس انذبحوا بسبب هاي الطريقة اللي تتعاملون بها، لأن أنتوا تأمنون حمايتكم وأنتوا عوائلكم وتطلعون بلندن. زين. بس تحرضون العالم بس ما تطلعون حلول. زين. انت اليوم تغير اسامي، والله انا ايدك بتغيير الاسامي كلها، لكن انت تقدر تعيش عائلتي انا اذا مدت او اذا سجنت لو هم اطلع لندن حتى اعيش عائلتي. زين. كملت اخي؟ كملت حقيقي. كملت بس خلي كملت حبيبي. كملت. تفضل براحتك. في مال الله حبيبي. في مال الله. بس عذرا سيدنا بس اجاوب. تفضلون. شو رايك؟ نعم. اولا يا اخونا يا ابو محمد، اذا كنت حقا تعتقد في امير المؤمنين صلوات الله عليه، هاي اول نقطه. ماذا قال مضمون من خطبته الشريفة؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولا يقطعا رزقا. فأنت لما تطلع تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، خلي تكون عندك عقيدة أنه لا ينقطع رزقك ولا يتقرب أجلك، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زين. النقطة الثانية، تتكلم على سماحة السيد وتقول عنه أنه ما أعرف أنتم تدعون الناس لأن يخرجون وينسجنون، وهذا الشيء اللي فهمته منك. أولا السيد بالإضافة إلى سجنه بالأردن وهذا هو موجود، خرج ونزل بالعراق قبل عام سيدنا تقريبا. نعم. وكان حال الأخوة الرافضة وواجه الاستخبارات وبالمشاية وموجود موثق عليهم. نعم. عمر قال قبض. نعم. عليه ولكن موجود حال الرافضة، نزل بالميدان ومع أخوان الرافضة ومشى وياهم بالمشاية. أنا بالعراق أي كلام تتكلم؟ أنا بالعراق محكوم إعدام، أنا والشيخ محمد النعماني. نعم. كنا وكلاء لسيد محمد الصدر. نعم. حكموا علينا بالإعدام، اعتقلوا محمد النعماني وعدموه، وأنا الله مكنني هربت من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان حتى خرجت. نعم. ورحت للأردن. نعم. وأيضا أنه يعني الحمد لله رب العالمين، معيب أن أتكلم عن نفسي، ولكنه جهادي من أيام صدام حسين لعنة الله عليه. نعم. إلى الأردن، إلى أن وصلت هنا لم أنقطع عن ذلك الحمد لله. قبل قليل نفس الذول اللي يقولون تعالوا هناك تكلموا، جوا هنا رجعوا هناك تكلموا، نفسهم. هذا النوعية نفسهم. أنا لما نزلت للعراق. نعم. أكبر دليل على أنه كلام يخالف أفعالنا أنه أنا لما نزلت للعراق أنا مهدد من حزب الدعوة. نعم. ومهدد بالقتل من تيار صدري. نعم. وهددوا أهلي وفعلوا ما فعلوا بأخوتي وغير ذلك، والكلام يطول ومعيب أن أتكلم في ذلك. حكموا علي جماعة من التيار الصدري لأن أنا كنت من عندهم، مدين رصاصة إلى أهلي أنه هذا بس يجي ابنكم، هذا جوابه. زين. يقولون لأنه إحنا نريد أنه يوصل ابنكم حتى نقتله. لا لا. ونزلت للعراق والحمد لله رب العالمين، رحت توفقت لي المسيرة الحمد لله. خرجنا بمسيرة مشرفة 5 ساعات من اللعن والبراءة إلى أن وصلنا الحمد لله في كربلاء المقدسة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وفعلنا كل ما نستطيع فعله. فالدولة كانت علي والأحزاب علي والدنيا علي، ولكن الله خلصني من كل هؤلاء وتمكنت من الحضور، وإن شاء الله هذه المسيرة الأربعينية
سأكون إن شاء الله في الصدارة وأتقبل الرصاص والموت والسجن في صدورنا إن شاء الله تعالى. الله يوفقك. أنا مع الرافض. الله يعزكم سيدنا. هو الآن يقول تعيش عائلتي. نعم. أقول له الله عز وجل كفيل بأن يعيش عائلتك الآن. أنت يعيش عائلتك سيدنا، أنت اللي رحت قدام الناس وتقدمت وحالك حال الرافضة، هو اللي يعيش عائلة السيد الله سبحانه وتعالى يعيش عائلتك. هني أنا أسأل سؤال، هو يقول الآن إذا أنا طلعت ومتت صح؟ نعم. من يعيش عائلتي؟ أقول له الآن أنت إذا الآن أنت متت بدون لا تطلع ولا سوي أي شيء لأهل البيت عليهم السلام، من يعيش عائلتك؟ أحسن. هو الله عز وجل أحسن. نفسه الذي يعيشك في الاستشهاد أو في الموت الذي سوف يأتي عليه وعليه. نعم سيدنا، قبل لا نأخذ آخر اتصال، يقول هو طرح أنه يقول هذه القناة سببت مضمون كلام أنه في إراقة الدماء والقتل. نعم تعليق بسيط، شوف هو الآن يقول أنه أنتم سوون مشكلة حتى تطلعون لندن. نعم. أنا الحمد لله رب العالمين من أيام صدام من التسعينات إلى هذه الساعة أنا كنت كله في العراق وفي الأردن. في الأردن ليش؟ أنا فتحت مكتب للسيد محمد الصدر زين، وكان طريقي كل طريق الموت والسجن والاعتقال وغيره، يعني الحمد لله. في العراق اعتقالات، في الأردن اعتقالات، وين ما أروح هذا موجود. ما جينا لندن. نعم. لكن متى جينا لندن؟ جينا لندن لأنه وصلت الأمور إلى أنه لا يمكن أن تبلغ بحق في الدول الشرق أوسطية. فإذا إما أنه تكتم أصواتنا أو أنه يعني ديار الله واسعة، نهاجر إلى أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل. ومن فضل هذه القناة وهذه الهيئة المباركة تشيع الكثير من البكرية وغير عقيدته البتري. نعم. والعرفاني وغير ذلك، صححنا اعتقادات كثيرة. نعم. ونعم الله عز وجل. الحمد لله والشكر. طبعا كلمتك أنه وكأنك توحي أن هذه القناة تسببت في إراقة الدماء والقتل، فإن كنت منصف حقا، إن كنت منصف حقا فوالله لا تقول هذا الكلام قبل هذه القناة. هنا جواب واضح ودليل ملموس. نعم. تعلم أنه 2005. نعم. كانت بحر من الدماء ولم تكن هذه القناة، ما كانت موجودة القناة ولا موجود سماحة الشيخ الحبيب أصلا بس بالكويت وبعد ما لها سيدنا مو من 2005، أرجع قبل آلاف السنين الشيعة يذبحون من على اسمه. بس تقول أنه يا حسين ويا علي هو هذا هدر لدمك. أحسنت. فني السؤال أنه كانت الأوج أوج الطائفي يسمونها. نعم. كانت الناس تقتل على الهوية ب 2005 و 2006 وحتى سد مشهود ببغداد. نعم. كانوا يأخذونهم يقتلونهم وكنا لا نقبل بذلك. لماذا؟ لأن يأخذون البريء والمجرم، المجرم والمسيء والبريء والأعزل. فأنهم شاهد كلام أنه في تلك الأيام كان القتل على الهوية، كل واحد اسمه على هويته، اسمه محمد علي حسن حسين يقتلونه. زين احنا لا كنا موجودين ولا كانت القناة. نعم. موجودة. هذا شنو جوابك أمام الله عز وجل؟ قلت لأنا لو كنت منصف حقا ما قلت هذا الكلام، لأن الشيعة يذبحون من آلاف السنين على اسمهم شيعة. فهذه القناة أصلا بالعكس، هذه القناة قدمت للشيعة أعظم هدية، روضت البكرية. قبل وين تسمع لعن أبو بكر وعمر؟ لا أنا على القناة، لا أنا الله وعمر راح أتكلم. كل مكان الآن صار حتى بالعراق لعن. نعم. أبو بكر وعمر لأنها طبيعي. اعتادت. هني سؤال، العلامة المجلسي أكو واحد يقدر يخطئه؟ العلامة المجلسي صاحب البحار وهو غواص البحار. نعم. بسببه كتب في كتابه لعن أبو بكر وعمر. نعم. وفي باكستان والهند. نعم. في باكستان والهند قتلوا الأطفال والرجال والنساء حتى الطفل، يأخذونه من قدمه ويرموه بالحائط ويفجروا رأسه، لأنه كتب في كتابه لعن الله أبو بكر وعمر وقال أزرق وزريق وحبتر وغير ذلك، مقصود به أبو بكر وعمر. أحسنت. كتب ذلك ف ماذا فعل؟ هذه سيرة العلماء سيدنا. نعم. أحسنتم. مفيد. نعم. نعم. آخر اتصال عندنا منه معانا إخواني، حج يوسف من كربلاء. سلام عليكم. يا الله، اللهم صل على. سلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. حياكم الله مولانا. عظم الله لكم الأجر سيدنا بشهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر. صلاة الله وسلام عليه. صلاة الله عليه. السلام. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير. اللهم أجمعين بكم إن شاء الله يا مولانا. اللهم يلعن أبو بكر وعمر ما شاء الله. الله يرفع قدركم يا أيها الحاج يوسف الموفق. لا يا أمين. وبدلوا دين رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. مصيبة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه تذكرنا
وتعيد أحزاننا على الزهراء سلام الله عليها. الله أكبر، عمت عيني عليه. وخاصة بالجسارة التي تعرض لها الإمام موسى بن جعفر من قبل المجرم السندي، الجنازة التي ينادى عليها بظل الاستخفاف. الإمام سلام الله عليه هذا كان يحس في نفوسنا، من أسس الجسارة على أهل البيت هو عمر اللعين. حسنت الخبيث. حسنت أخي، والله هو هذا اللي أساس الظلم والجور على أهل البيت. الله أكبر الله أكبر. يجب علينا أن نتمسك بأهل البيت. حسنت. وأن نفضح أعداء أهل البيت. الله أكبر، هنيئا لكم هذه البصيرة. أي والله، لأن السكوت عن الظالم اشتراك في الظلم. ولا تركون الذين ظلموا فتمسكهم النار. حسنت. علينا فضحهم، فضح جرائمهم، وأسأل الله أن يبارك بكم وبكم إن شاء الله يا أخونا يا حاج يوسف. الله يرفع قدركم إن شاء الله تعالى. شكرا أخي الحاج، هنيئا لك على هذه البصيرة وهذا الوعي. نعم، إلى هنا أخواني انتهت هذه الحلقة، ونلتقي وإياكم في الحلقات الماضية القادمة. لا لا، غدا إن شاء الله نفس إن شاء الموضوع الله. إن شاء الله تعالى. نعم. على تغيير الشوارع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أنا وأنتم إن شاء الله نكون إن شاء الله. شكرا لكم سيدنا في هذا اليوم، نلتقي وإياكم إن شاء الله في غدا إن شاء الله يوم غد. إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله تعالى. وصلى